بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الإجابة على الأسئلة بتاع سي كريم، وباش قبل ما نحكيه على الموضوع بتاع الإسلام، هل هو صالح لكل مكان أو وزمان، نعم أم لا، نعطي لمحة صغيرة على بعض الآيات اللي حكيت على تشجيع الإسلام لتحرير العبيد. خاطر انا في الفيديو السابق نسيت ما ذكرتهمش وحكيت على ايه المكاتبه فقط. به الايه هذوما يقولوا: فمن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه. ايه اخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. يعني حينئذ راهو الكثير من العدد من الايات القرانيه اللي تدعو الى تحرير العبيد. ويعني احنا كيف نشوفوا الاسلام، معناها خلى انه المساله هذه تصير بتدرج على حسب درجه وعي ورقي الانسان. يعني هذه هي الحاجه اللي ربي سبحانه راهو راهن عليها. ذكر تشجيع على عتق العبيد، وراهن ربي سبحانه على الانسان ودرجه الرقي نتاعو، ووصل الانسان والحمد لله لدرجه من الرقي والتحضر والوعي اللي وحده وصل انه هو نحاها هالافه هذيا. وبالطبيعه توا من غير المعقول دينيا انه احنا نعاودوا نرجعوا له. هذه مساله وفينا منها. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة لجميع المتابعين لهذا الحوار، عسلامة لسي عصام، وخلينا نبداو الرد على الفيديو متاعو الأخير. ولكن قبل ما انتهى من الرد على الفيديو، خاطر أنا سمعت أول الفيديو، لاحظت أنه عاد الحديث حول ما يسمى عتق العبيد، ويعتبر سي عصام أن عتق العبيد هو إنجاز إسلامي، وإنه دليل على أن الإسلام يشجع يعني عتق العبيد، والهدف من هذا الحكم الإسلامي هو تحريم الاستعباد. طبعا أنا أجبت سي عصام حول هذه المسألة في الفيديو السابق، أما الظاهر سي عصام لم يسمع الفيديو، وأنا في الحقيقة لا أدري هل هو يسمع في الفيديوهات متاعي أم لا، لأني نحط له الفيديوهات في التعليق، ولكن لا أستطيع أن أضع الفيديوهات على الحائط متاعه، رغم اللي معناتها الماركيه في الفيديو باش تتحط على الحائط متاعه، ولكن هو لا يسمح. طبعا هذه حرية شخصية. من ناحيتي أنا، من أجل استفادة الجميع، نوزع الفيديو على القناة متاعي يوتيوب، وعلى الصفحات متاعي الكبيرة، وعلى المجموعات، وعلى البروفيل متاعي. أنا الهدف متاعي الأول والأخير هو أن المتابعين يسمعوا وجهات، فما حوار يمكن أن يستفيد منه المستمع. إذا معناتها أتمنى أن سي عصام قاعد يسمع الفيديوهات متاعي، وأتمنى أن سي عصام يوزع الفيديوهات متاعي على البروفيل متاعه. هذه نقطة. النقطة الثانية حول مسألة عتق العبيد، باش نعاود نجاوبوا عليها رغم اللي جاوبته بالتفاصيل في الفيديو السابق، هي ان عتق العبيد ليس خاص بالاسلام، بل اليهوديه عندها عتق العبيد، وكثير من الاديان عندهم عتق العبيد، وهذا ليس دليل على انه مرحليا من اجل التحريم، بل العرب قبل الاسلام خاصه في مكه كانوا يحررون العبيد ويستبنوهم،
بل العرب قبل الإسلام كانوا يحررون العبيد ويستبنوهم. الإسلام نعرفوه اللي حرم الاستبناء، يعني هذا عمل إنساني أكثر من الإسلام نفسه، إنك تستبنى العبد متاعك أو تستبنى إنسان. المهم يعني مسألة الإسلام حط معناتها عتق العبيد، إذا مسألة الإسلام حط عتق العبيد هي معمول بها في ذلك الوقت، وليس أمر جديد ولم يأتي من السماء. وإحنا نعرف أن مصدر الرق هي الحروب، والإسلام يعني يتلقى كثير من العبيد نتيجة الحروب، وأكثر هؤلاء العبيد يكونوا غير مسلمين. ولهذا عتق العبيد في الإسلام كان يركز على عبد مؤمن خاصة في الكفارات، أو عبد مسلم. وصحيح أن علماء الدين يعني فيهم خلاف قليل حول هل العتق يكون للمسلم أم للكافر أو لا فرق، هناك تأكيد وإجماع أن أغلبهم يؤيدون أن يكون العبد مؤمن أو مسلم كما ذكرت بعض الآيات. ولكن ثم مجموعة أخرى يقول لك تنجم تعتق عبد غير مسلم، ولكن مستحب أن يكون مسلم، وهذا تشجيع العبيد على الدم، يعني يفرق من بين المسلم وغير المسلم. إذا حتى عتق العبيد في الإسلام يعني يقوم على فكر إيديولوجي من أجل تشجيع العبيد على الدخول في الإسلام أملا أن يتم عتقهم. هذه مسألة. مسألة أخرى هو قال معناتها اللي الإسلام أو رب محمد ما يقدرش يحرم العبيد. أنا قلت له قبل الإسلام هناك تشريع في اليونان قبل الإسلام بخمسة قرون يحرم بشرع قانوني وضعي الاستعباد. هذه نقطة. وفي القرن السابع ميلادي هناك ملكة في فرنسا حرمت الاستعباد ودعت إلى تحرير العبيد. إذا لو إنسان عادي، إنسان عادي يعني خمم بمخه، مش نحكيه توا على مسألة الإسلام هل هو صالح لكل مكان وزمان، نعم أم لا؟ الإجابة باش نقولها لك بطريقة مباشرة يا سي كريم، الإجابة هي نعم، الإسلام صالح لكل مكان وزمان في غاياته، وليس في كل تفاصيله، وليس في كل وسائله. هذه هي المسألة المهمة اللي احنا يلزمنا نفهم بها الدين متاعنا. المهم هي الغايات، والوسائل ماهيش هي المهم، خاطر الوسائل تتغير مع تغيير الزمن، والتفاصيل تتغير مع تغيير الزمن، وماهيش هي المهم. المهم ديما هو الغايات. نعطيك مثال على هذا. ربي سبحانه يقول في القرآن، سي عصام انت قلت ان الإسلام صالح في كل زمان ومكان في الغايات، ولكن لم تحدد ما هذه الغايات، ما قلتلناش شنية هذه الغايات. باش تقول لي الغايات هو الأمن، السلام، الرحمة، كل الأديان تدعو لهذه الغايات، بل كل التشريعات الوضعية تدعو إلى هذه الغايات. إذا هنا الإسلام شنو جاب جديد؟ يعني هو عاطي حكم ويقول لك هذا الحكم تنجم تبدله كما تحب انت. علاش يعطي فيه الحكم اصلا؟ او يقول لك راهو هذا الحكم للوقت هذا، من بعد شوفوا. فهمت؟ يعني مش يقول لك هذا حكم الهي، معناتها من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. خلينا نشوفوا معناتها الامثله اللي ضربتهم. يعني هنا انا ماذا بيا لازمك تحدد لي في الفيديو القادم هذه الغايات واحدة بواحدة، فهمت؟ ونشوفوها هذه الغايات هل هي خاصة بالإسلام واحدة أم هي عامة على جميع المعتقدات والتشريعات. خلينا نسمع معناتها الأمثلة متاعك. بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العظيم. الآية هذه كي نقراوها بطبيعة هي هبطت في ظرف تاريخي اللي
الرسول والصحابة نتاعو كانوا فما برشا متربصين بالإسلام وبرشا يحبوا يعتديوا عليه من قريش ومن آخرين. يعني ربي سبحانه يشجع المسلمين وأنهم هما يدافعوا على رواحهم ضد أي معتدي، وباش يدافعوا على رواحهم أنهم هما يعدوا القوة، القوة اللازمة باش كيجي المعتدي ويلقاك أنت قوي باش قوي. دونك برباط الخيل حاجه من الحاجات بالطبيعه، دونك برباط الخيل انه العدو كيف يرى جيش جرار فيه برشا حصنيه وبرشا الجياد وفوقهم كل الفرسان بالطبيعه باش يخاف، يقول هذا جيش جرار واختاني من اي. دونك الايه هذه يعني نزلت في عهد الرسول. السؤال المطروح لهنا في العهد نتاعنا احنا توا في 2017، لو دوله فكرت انه هي تحتل تونس، هل من المناسب ولا من المعقول نجيو احنا نتمسكوا بالايه هذه نقول واي تعرفش كيفاش، بما انه احنا يزلنا يعني نطبقوا الاسلام والقران بحذافيره، دونك باش نعدوا القوه يلزمنا نعملوا بالايه هذه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. قوموا احنا توا في 2017 نحضروا الحصنيه ونجيبوا الاف الحصنيه ونصفوهم هكا معناها في ساحه المعركه. هذا كان فما ساحه معركه من اصل، على خاطر توا المعارك تتم عبر القارات، معناها يعني يبعث لك صاروخ عبر القارات ويصيب الهدف نتاعو بدقه متناهيه، يعني ما ناش حتى محتاجين لساحه معركه. يعني اذا كان احنا في الظرف هذا نجيو نقولوا لا يلزمنا نحضروا الخيل ونتمسكوا بكل تفاصيل الايه هذه، بطبيعه باش نكونوا يعني كما نقولوا احنا كل كلو، معناها باش يقوموا يضحكوا علينا العبيد، على خاطر هو معناها انت تحضر له 100,000 حصان وهو يبعث لك صاروخ يفرقعك انت وال 100,000 حصان ونموتوا الناس الكل ونتهردوا معناها. دونك علاش انا ذكرت الايه هذه؟ الايه هذه تفسر انه الاسلام صالح في الغايات نتاعو ومش في كل التفاصيل ومش في كل الوسائل نتاعو، بمعنى أن الهدف من الآية هذه اللي احنا يلزمنا نستخلصوه مش انه نتمسكوا بكل التفاصيل نتاعها، مي الغاية هو القوة، هو انه احنا يلزمنا نكونوا قويين دونك ونكونوا عندنا القوة اللازمة باش نجابه الأعداء. وفي العصر هذا بيان سور القوة ماهيش برباط الخيل، توا القوة في العصر هذا بالأسلحة الذكية وبالتطور التكنولوجي عبر الأقمار الصناعية اللي نجموا نتجسسوا بها على العباد اللي قاعدين يخموا باش يهاجمونا، وبالأسلحة النووية معناها كان لزم. دونك وهذه أكثر حاجة اللي تخلي حتى بلاد تخمم لا تعتدي عليه. سي عصام، انت ذكرت الآية هذه يعني نتاع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طبعا انت تقول اللي توا ما عادش فما الخيل، لعلمك ان هذه الآية يعني تحسب ضدك. ها باش نقول لك علاش. اول حاجة في عصر محمد كانت فما المجانيق، كانت فما وسائل أخرى بتاع قوة، ما كانش الخيل. الخيل كان القوة في الصحراء، فهمت؟ في الصحراء كان الخيل هو القوة. هذا يدل على أن هذه الآية تحكي البدو موجودين في الصحراء، فهمت؟ ما هيش تحكي للبشرية. أنت تقول لي معناتها هذاك مثل، وهذه الآية تدعو للإرهاب. للإرهاب، تعرف شو معناها للإرهاب؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وركاب الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه آية نازية إجرامية لا يمكن أن تتصورها، وهاتوا نرجع لك علاش بالتفاصيل. طبعا محمد أو رب محمد ما كانش يعرف التطور اللي باش يوقع في المستقبل، طبعا مش باش يقول واعدوا لهم كما قلت انت القنابل النوويه. يعني انت بالنسبه ليك الغايه بتاع هذه الايه هو الارهاب، هو العنف، هو السلاح، هذا هو الغايه. علاش يا سي عصام
فكرت التفكير هذا، على خاطر تحمل عقلية إسلامية. لو كنت تحمل عقلية إنسانية لكنت أولت هذه الآية تأويل آخر، لقلت إن القوة هي العلم، المعرفة، التكنولوجيا، البحوثات العلمية، محاربة الفقر، محاربة الجهل، محاربة التخلف، ولكن القالب أو الغاية متاع التفكير متاعك الإسلامي مبني على الإرهاب، مبني على الإرهاب الفكري والإرهاب الجسدي. لأنك فين مشيت فكرت أنت؟ فكرت في الأقمار الصناعية والتجسس على الآخرين، فكرت في القنابل النووية التي تدمر البشرية، فكرت في الطائرات والسلاح، ها؟ فكرت في الطائرات والسلاح، ما فكرتش في العلم والمعرفة والأخلاق الإنسانية. طبعا الآية تتكلم على السلاح وتتكلم على الإرهاب وتتكلم على الخوف، لشكون؟ لعدو الله، يعني عدو المسلم، عدو الله وعدوكم، فهمت؟ إذن أخي عصام، هذه الآية لا تدل على أن معنى الإسلام صالح في كل زمان ومكان، خطر بالطبيعة محمد ما يعرفش حتى المنجنيق، فهمت؟ من بعد وقتها مشاو للشام واكتشفوا المنجنيق وغيرهم اللي ضربوا بهم الكعبة، للحجاج ابن يوسف الثقفي ضرب بهم الكعبة. هذا يدلك على أن هذه الآية هي محصورة في البيئة اللي هي فيها، يعني هي تفكير بشري. لو كان تفكير إلهي لقال لهم وأعدوا لهم من المنجنيق والأسلحة المتطورة في ذلك العصر. وطبعا هو يهمه هوني كان السلاح، مهموش العلم، مهموش المعرفة، مهموش التكنولوجيا، مهموش الإنسانية. يعني أنت يا سي عصام تشوف الغاية متاع هذه الآية هو الإرهاب، الغاية هو السلاح، يعني هذه غاية من غايات الإسلام، معناتها أنهم يكون عندهم قنابل نووية. هما ما عندهمش قنابل نووية، وشوف شنو عاملين. أتصور المسلمين عندهم قنابل نووية، في الحقيقة هذه غاية جدا نبيلة في الإسلام، محلاها الإسلام. شوف الغاية متاع الآية، الغاية متاع الآية قنابل نووية وأقمار صناعية للتجسس على أعداء الله وعلى أعداء المسلم، هذه هي الغاية. معناتها ما نعرفش، أنا قلت لك قل لي الغايات متاع الإسلام، خلينا نشوف ترى بقية الغايات متاع الإسلام شنو هذوما. هاي مدينا من الآية الأولى غاية إرهاب وسلاح وقتل والتعدي على الآخرين، هذه آية هجومية، هذه آية هجومية وتعدي على الآخرين، هذه آية إجرامية لا يمكن أن تصدر من طرف إله. نزيدك آية أخرى مثلا، ربي سبحانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، صدق الله العظيم. الآية هذه ربي سبحانه يقول شكون اللي يستحق الصدقة وشكون توجب عليه الصدقة؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني اللي يخدموا على الصدقات ويعطيها، العاملين عليها معناها اللي هم يفرقوا في الصدقات به، والمؤلفة قلوبهم به. شكون هذا المؤلفة قلوبهم؟ مؤلفة قلوبهم هذوما هما اللي في بداية الإسلام، يعني وقت اللي الإسلام كان معناها في عهد الرسول، مازال ما انتشرش الانتشار هذا الواسع ومازال ما ولاش قوي، يعني وفما برشا أعداء للمسلمين، وفما مازالوا عباد دخلوا جدد في الإسلام، يعني خاصة بعد فتح مكة واللي هما الإسلام نتاعهم يعني ماهوش إسلام عميق و يعني كبير ياسر. العباد هذوما ربي سبحانه أمر أنه المسلمين يعطيهم صدقة، يعني صدقة يعطيهم فلوس، الأكثر اللي نأمنوا الشر متاعهم،
يعني الأكثر من أنهم هم كانوا يدبروا في مكيدة المسلمين، كانوا يحبوا يعملوا عملة المسلمين، كانوا يحبوا يعلنوا حرب على المسلمين، أو كأنت كالعبد هذاك تؤلف قلبه، يعني تحنن قلبه، تخطف فيه نوع من المودة لقلبه، أنك أنت تعطيه الفلوس باش هو فماشي ما يحشم على روحه، فماشي ما يحب الدين هذا، وحتى كان يفكر باش يعمل عملة يعني يبطلوا. من الأمثال الجماعة هذوما يعني يعلى ابن أمية كان من المؤلفة قلوبهم ياخذ فلوس، وصخر ابن حرب زاد كان ياخذ فلوس، صخر ابن حرب المعروف بأبي سفيان اللي حارب الإسلام أكثر من 20 سنة، زاد كان المسلمين يعطيه فلوس باش يريف وما عادش يخمم أنه هو يعتدي على المسلمين. على العموم بعد وفاة الرسول وبعد ما الإسلام اعتز ولات عنده يعني المسلمين ولا عندهم جيش قوي ولات عندهم مكانة كبيرة وانتشر الإسلام، يعني بعد هذا عمر بن الخطاب رأى أنه الإسلام ما عادش في حاجة لأنه إحنا نعطيه صدقات للمؤلفة قلوبهم. قال لك علاش نعطيه صدقات للمؤلفة قلوبهم؟ ما لبس علينا، عندنا جيش قوي وعندنا يعني تبارك الله عدد كبير من المسلمين اللي نجموا يحميهم، ما عادش في موقع ضعف معناه. لويش احنا باش نقوموا نعطيه العباد اللي هما يحبوا يكيدوا كيد للإسلام ويخبطوا زعما للمسلمين، اي ما عادش دونك نعطيوهم فلوس. يعني لهنا لو كان نمشيو احنا بالمنطق نتاع انه الاسلام صالح لكل مكان وزمان كالعاده بكل التفاصيل نتاعو بما فيها هذه المؤلفه قلوبهم، وننساو المغزى والمقصد من نزول الايه، دونك وانا راهو عمر بن الخطاب قعد ديما متمسك بها الحكايه هذه. هاو دونك دليل ثاني انه الاسلام صالح لكل مكان وزمان في الغايات نتاعو، ماهوش في المقصد نتاعو، ماهوش سامحوني في الوسائل نتاعو والتفاصيل نتاعو الكل، المهم هو الغايه. اعطيني شنو الهدف نتاعك انت، وين شنو تحب توصل، والوسائل تتطور من زمن الى اخر. هاي الايه الاولى هي الارهاب والسلاح والقنابل النوويه. الآية الثانية هي الرشوة، يعني الغاية الأولى بتاع الإسلام هي القوة والإرهاب وتخويف الآخرين، فهمت؟ والتحذير باش تقتلهم وتذبحهم وتفجرهم، هذه غاية من غايات الإسلام. ما شاء الله ما شاء الله. الغاية الثانية يا سيدي هي المؤلفة قلوبهم، هذه غاية من غاية الإسلام. قولها بكل صراحة رشوة، فهمت؟ يعني كي نشوفوا احنا الرشوة في تونس وفي العالم الإسلامي منتشرة عادي، ما باش تحنن له قلبه، باش ما يضركش، باش يخدم لك خدمتك، تعطيه رشوة. نرجع لعمر، عمر ما عطلش تعطيل كلي للمؤلفة قلوبهم، كما وقت المجاعة عطل قطع اليد، وهذا بقول ابن تيمية نفسه، فهمت؟ يقول لك معناتها اجتهاد عمر رأى أنه لا داعي لإعطاء الرشوة، ولكن ليس نسخا كليا، لأنه لا يمكن أن ينسخ نص، واجتهادات عمر بتبديل الدين معروفة، يعني يعمل كما يحب، فهمت؟ معروفة، هو التفريق في العطاء حتى قبل ما يموت قال ندمت اللي فرقت في العطاء، يعني كان يعطي المهاجرين اكثر من الانصار، شمات فيهم عمر، راهو موضوع كبير يا سي عصام. اما بالنسبه للمذاهب الاسلاميه، الثلاثه مذاهب الكبيره الشافعي والحنبلي ومالك يعتبروا ان المؤلفه قلوبهم، يعني تعطيهم حتى التوى في اي وقت، الا ابو حنيفه طبعا يميل نوعا ما الى راي عمر في حاله انه الاسلام يكون في قوه، اما في حاله الاسلام يكون مش في قوه ومحتاج لاعطاء الرشوه يجوز. والسعوديه الان يعطيه الرشوه العلماء، فمتفاشلين في الغرب في امريكا باش يعملوا لهم مساله الاعجاز العلمي وغيرها وغيرها وغيرها، ويعطيه الرشوه لوحود معناتها مجرمين جهال
باش زعما ينشروا الاسلام، يشروهم بالفلوس. اذا اخي هذه الغايه الثانيه هي الرشوه وشريان الذمم. هل انت شفت فهمت الدين يعطي رشوه باش العباد يؤمنوا بيها؟ اه باش يحنن قلبهم شويه. بعد الارهاب الرشوه. صراحة سي عصام الإسلام يسر عظيم في الغاية نتاعو. أنا حبيت نسخابك باش تحكي لي على غاية السلم والأمان والحب والإنسانية والتعايش مع الطرف المقابل. أنت ذكرت لي توا إرهاب، يعني لازمنا نطوروا الإرهاب نتاعنا ما عادش خايب. والغاية الثانية هي الرشوة اللي ذكرت أنه منعها عمر، ولكن منع مؤقت كما منعوا لقطع اليد في سنوات المجاعة. وأرجع لكل المصادر الإسلامية وفقهاء المسلمين وتلقى أبواب حول المؤلفة قلوبهم، وليس هناك منع أصلا للمؤلفة قلوبهم وهي تمارس إلى اليوم. يا أخي جماعة النهضة وفي تونس واللي شارينهم الإمارات والسعودية هذوك مش مؤلفة قلوبهم؟ ها والاعلاميين اللي قاعده تشري فيهم السعوديه وكل شيء مش المؤلفه قلوبهم، هذيك هذاك الكل المؤلفه قلوبهم. فهمت؟ يعني انت ذكرت يعني راهو مازلنا ما وصلناش للمواضيع المهمه نتاع كيف الاسلام صالح في كل زمان ومكان. انت توا ما تتبدل في الوسائل مع تطور العصر، يعني كنا نركبوا على البهيم ولينا نركبوا على السياره. كما مثلا مسألة منع الإسلام في عهد محمد أن المرأة تقود الهودج بتاعها على أساسها. السعودية حطت قانون المرأة لا يجوز أن تقود السيارة. خل نشوفوا المثل الثالث. حتى الآن يعني ما أعطيتني حتى دليل صراحة، يعني يمكن تعطي واحد مسلم يعرفش دينه فهمت. أما أنا شخصيا كإنساني كأؤمن بالإنسانية وأحترم الإنسان والقيم الإنسانية والعلم والمعرفة، لم أرى أولا في الغايات نتاع الإسلام الإرهاب والرشوة حاجة مهمة. أعطيني حاجات أخرى ما أهم. أنا نحب الإجابة كيفاش، أعطيني نص يقول لك الإسلام صالح في كل زمان ومكان بالتغيير. بالتغيير خاطر هناك معناتها مسألة هذه مهمة، شنو معناها صالح لكل زمان ومكان. وحتى الآن يا سي عصام أنا نتبع فكرة، مازلت ما عطيتش رأي صدقني، يعني نرجع على الكلام نتاعك. خلينا نسمعوا الايه دي بعدها شنو. نزيدك ايه اخرى، فما ايه ربي سبحانه يقول فيها، هي طويله نوعا ما اما يلزمنا نقراوها باش نفهموا المساله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. شنو حكاية الآية هذه؟ الآية هذه تقول أنه مثلا لو راجل يشك في مرته قال له هي زنات عليه، يمشي للقاضي يقول له يا حاضرة القاضي راني شاكك أنه مرتي زنات عليه، ولا متأكد أنه مرتي زنات عليه. يمشي هو للقاضي، القاضي يعيط لمرت الراجل هذا يقول له شنو هي الحكاية مثلا، تقول له لا خاطي. يجي القاضي للراجل يقول له يلزمك تحلف يقسم بالله العظيم أربع مرات اللي هو متأكد أنه مرته زنات عليه. والمرأة من ناحية أخرى دونك يلزمها تحلف أربع مرات اللي هي بريئة. ولهنا بالطبيعة علاش ربي سبحانه استعمل الحلف والقسم بالله؟ فماشي ما اللي مثلا كان الراجل اتهمها بالغلط ولا تجن عليها مثلا ولا كذا يحشم على روحه، كان يلقى روحه باش يحلف بوالله. وكان المرأة زادة مثلا زنات تجي باش تلقى روحها باش تحلف بوالله أربع مرات بالكذب تولي تحشم على روحها وتولي تعترف وتقول لا. نفرض أنه الراجل
أنا حلفت 4 مرات ومازال مصر أنه مرته زنات، والمرأة حلفت 4 مرات ومازالت مصر أنه هي ما زناتش، شنو نعمل؟ وتقول الآية القرآنية أنه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبالنسبة للمرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إيش معناها الكلام هذا؟ يعني أنه إذا كان المرأة شدت صحيح اللي هي ما زناتش، والراجل شد صحيح اللي هي زنات، دونك نمشيو للحلف الخامس، معناها القسم عدد 5. دونك الراجل للمرة الخامسة يحلف، أما المرة هذه يلعن روحه، يلعن روحه كان هو يكذب، والمرأة زادة يلزمها تلعن روحها كان هي تكذب. معناها لهنا ولات مسألة خطيرة ياسر، معناها أنه هي العبد يلعن روحه ويخرج من الرحمة بتاع ربي ويبقى حتى ما يذوقش الجنة وما يراهاش. دونك ربي سبحانه وعليش اقترح الحل هذا باش العبد يتخلخل ويحشم على روحه، كان هو الراجل اللي اتهم مرته بالكذب يولي يقول شنو هي العامله باش نمشي لجهنم انا في جرة يعني المساله هذه، وزاد المراه كيف كيف زاد تقول لك انا باش نمشي لجهنم في جرة المساله هذه، تولي ترخ وتقول اي راني زنيت، ولا هو يرخ ويقول لا راني اتهمتها بالباطل وانا غلط. يعني لهنا هذم ايات هبطوا في عهد الرسول وصالحين في الزمن نتاع الرسول، وخاصة وقت اللي الآيات هذوما يخصوا امرأة كي تبدا حبلة ورجلها يتهمها بالزنا، وهي تقول لها هذا الولد ماهوش ولدك أنت، ماهوش ولدي أنا، وهي تقول له لا الولد هذا ولدك أنت، وهو يتهمها وهي تقول له أنا بريئة. ربي سبحانه اقترح الحل هذا، لانه هو يحلف 4 مرات، هي تحلف 4 مرات، هو يحلف المره الخامسه ويلعن روحه ويتلعن روحه. نسالك لهنا سؤال سي كريم، في عام 2017 تو هل انه ما زلنا نحتاج للعمل بهذه الايه؟ جاوبني. بالطبيعه ما نحتاجوش انه نعملوا بها الايه هذه. وهل انه هذا يعني انه الاسلام غير صالح لكل مكان وزمان؟ لا، ماهوش هذا، انه الايه هذه هبطت في ظروف معينه وفي وقت معين، وإذا كان الإسلام يتطور والدنيا تتطور، يعني إذا كان العلوم سامحوني تتطور والعقل البشري يهتدي إلى حلول ما أحسن، فيا حبذا شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ معناها أنت تخايب ربي سبحانه باش يتغشش أنه توا نمروا الحل واحد آخر اللي هو لو تيست أديان، نجيو في عوض لا تقعد تلعن روحك ولا نلعن روحي ولا حد شيء، ها نعملوا تيست ADN ونشوفوا هل الوليد هذايا ولد الراجل هذايا ولا مش ولد الراجل، لا تلعن انت ولا نلعن انا، ولا تحلف انت ولا نحلف انا، زائد الحكايه هذه. يعني اللي حبيت نقوله لك هو انه راهو فهم الدين ماهوش مرتبط بالضرورة بجميع التفاصيل الواردة في القرآن يلزمنا نمنو بها ويلزمنا نقعدو ديما نعملو بها. ما كانش الإسلام طاح في الماء وما عادش عنده حتى قيمة وغير صالح لكل مكان وزمان. صالح لكل مكان وزمان في الغايات نتاعو، ماهوش في التفاصيل، معناها كل التفاصيل نتاعو. ولهنا سي عصام، بعد الإرهاب والرشوة النكاح والخيانة، في الحقيقة أنت بالثلاثة أمثلة اللي حطيتهم لخصت الإسلام. الإسلام إرهاب وعنف وإجرام، رشوة وفساد، وخيانة ونكاح. في الحقيقة جبتها قد قد، صدقني قبل ما نسمع معناتها نوصل للآية للمثل متاعك الثالث كنت متصور باش تتكلم على حاجة عندها علاقة بالنكاح، قلت أكيد عصام باش يتكلم على حاجة عندها علاقة بالنكاح. به أنت ذكرت مسألة الحلف، هذا الحلف 4 و5 مش لازم نعاود نذكر الآية أنتم سمعتوها. هنا فما مشكلة كبيرة يا سي عصام، مشكلة كبيرة. أول حاجة أنت قلت توا معناتها بالأدان نجموا نعرفوا الولد. يا سيدي كده ما فماش ولد هو اتهمها بالخيانة. هاي اتهمها بالخيانة، ما عندوش 4 شهود اتهمها بالخيانة، ما فهمش ولد، نمشيو نعملوا لها تحليل الفرج باش نشوفوا عندها سبيرم ولا تنجم هي تنظف، توا المواد موجودة، فهمت؟ فما دجال تخلي ما فما حتى أثر باش يعرفوا
اللي هي رقد طباعة واحد آخر. كيما أساليب منع الحمل موجود كثيرة، نجم تخونه كل يوم مع واحد وما تحبلش. يا أخي فما 20,000 طريقة الآن لمنع الحمل، مليون طريقة لمنع الحمل، وتنجم تحبل وتجيب الولد منه هو، ها؟ وحتى كما جابتوش منه هو تمشي تطيحه ما غير ما يفطن هو، وتحبل منه هو ويعملوا التحاليل وهي تخون فيه نهار وليل، ها؟ وباللبن وما يعرش. هنا شنو الحل؟ ها؟ هاي تخون فيه وعملنا لدين وطلع له ولد ولده. هكا هاو العلم هو الصحيحة؟ يعني آية الحل في نحيوها كومبليتمون، نحيوها كليا؟ هي الآية متاع الحلف هي مسألة معنوية فقط، يعني ردع معنوي. أنت تعطل فيها على أي أساس؟ أنت تعرف تطور العلم الآن نجم نعمل 20,000 طريقة. إذا أنا في الحقيقة معناتها متعجب من فهمك لهذه الآية بهذه الطريقة، ما فهمتش الجانب المعنوي فيها، الجانب الروحي فيها، فهمت؟ يعني هذه الآية ما تقلقنيش صراحة، أنا كإنساني بالعكس ما نطلبش تحليل أدان، فهمت؟ خليه جانب كما نقوله احنا استر مستر ربي، فهمت؟ وخلي معناتها حلف وكهو، فهمت؟ وهي وصلت خانت ماهيش ما توصلش باش تحلف بالكذبة، وهو وصل لك ذب عليها ما يوصلش باش يحلف بالكذبة. هذا حكاية معناتها فارغة الحقيقة. الأساليب موجودة كثيرة الآن، العلم تطور، تنجم ب20,000 طريقة تنجم تخونه من الإنترنت وما غير ما يفطر، ها؟ وهي كي تحب تخونه، في بالك اللي في الغرب الخيانة لا تعتبر جريمة، ها؟ هو كي شك فيها انها تخون فيه مو يطلق، وهي تطلق، وعلاش حلف واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية ولعنان ولعنة الله علي ولعنة الله عليك، علاش التعقيدات؟ هذا إله ما عنده ما يعمل، خالق الكون هذا الكل، ليه بشكون مشى مع فلان وشكون مشى مع فلان وانا نشك فيك وانت تشك فيا؟ هذا مستواه، هذا مستواه متاع إله ومتاع ربي يا سي عصام. قل لي هل هذا مستواه؟ ها؟ وحتى الولد مش ولده، شنو فيها كي تربيه؟ ها؟ شنو المشكلة؟ شنو المشكلة ترى؟ ها يا سيدي، عرف فما قداش من واحد هوني في أوروبا ويعرف الولد مش ولده ويربيه كي ولده وأكثر من ولده. هذا العمل الإنساني. علاش تشدوا في القشور؟ علاش تشدوا في القشور؟ يعني أنت الآن قلت هذه الآية ما عادش تصلح، باهي خليني نكمل نسمع ردك وباش نمشي على حسب المنطق نتاعك، يعني على حسب المنطق نتاعك باش نشوفوا شنو باش يبقى من الإسلام، فهمت؟ والنجم نجيب لك أمثلة ونقول لك هذه لازمها تتنحى وهذه لازمها تتنحى وهذه لازمها تتنحى. تو نحيوا معناتها أكثر من ثلاثة أرباع القرآن اللي وقفوا في الزبلة، ما عادش يصلح حتى شيء. خلينا نسمع شنو تقولوا بعد. يعني نتذكر انت فما مره في فيديو ذولي سابق حكيت فيه وقلت انه تو انت تحكي على قطع يد السارق واحد ما ادري شنو، هذا احنا في هولندا يعني المجرم وقت اللي يجي ولا السارق يجيبوا له بسيكولوج ويتلهوا به وهاك تشوف معناها بالطريقه هذه السجون تكاد تتسكر معناها في هولندا وفي النرويج وفي فنلندا اللي هما البلدان الراقيه والسويد حسيت دونك. وكيفاش هالإسلام نتاعك يدعو إلى قطع اليد السارق؟ والله لهنا أنا باش نجاوبك ونقول لك كيف كيف بالنسبة لآية قطع يد السارق، هو معناها احنا الحاجة اللي لازمنا نعرفوها هو ساعة قبل ما نحكيه في الحكم هذايا خلينا نكونوا متفقين على حاجة. الحاجة هذية هو أنه أهداف الشريعة تدور حول استجلاب المنافع والمصالح ودرء المضار والمفاسد، هذه حاجة متفاهمين فيها، باهي.
يعني المسألة مش حكاية أنه أنا يلزمني نطبق، لا لا لا، فما طبق علاش؟ فما سبب، ديما ربي سبحانه كي هبط حكم راهو وراه سبب، راهو وراه حكمة، مش هكاك معناها يهبط بس في سبب وتوفى الحكاية. بون دونك كي نجيو احنا نشوفوا المسألة نتاع أنه في تونس لو في يوم من الأيام إن شاء الله تتوفر عنا الإمكانيات، يعني السارق نجم نجيبوا له بسيكولوج، نعملوا له دونك رعايه نفسيه، نجموا نعملوا له برنامج نتاع تاهيل في السجن يتعلم صنعه جديده، نجموا نجيبوا له مرشد اجتماعي يتلهديه يشوف شنو هي ظروفه وشنو هي مشاكله وشنو هي اموره وشنو هي احتياجاته، ومع العلاج النفسي هذايا ومع الحلول اللي يقترحهم المعالج النفسي، وانه يقول ان السيد هذايا انصلح حاله ويعمل تقرير ويكون التقرير هذاك ايجابي ويختم ويتعلم صنعه ويتعلم الصنعه هذيك ويحس بيه بالنفسي انه السيد هذاك بالمجد ماشي في ثنيه باهيه وانه هو باش يكون عنصر صالح للمجتمع. يعني بطبيعه احنا لهنا لو كان نقارنوا الحل هذايا الاولاني مع الحل الثاني انه هو نقطع اليد، حسب رايك انت الاسلام شنو هو يقترح؟ بطبيعه الاسلام باش يقترح انه نجيبوا البسيكولوج، انه ما نقصولوش يده السيد هذايا ونجيبوا بسيكولوج ويتلهى به على اساس انه بالطبيعه المساله هذه باش تجيب نتيجه، ويولي السيد هذايا في عوض انه يمشي في الشارع وهو يده مقصوصه، يولي يخدم وينتج ويعرس ويعمل عائله ويجيب صغيرات ويكون عنصر صالح في المجتمع ويفيد البشريه. يعني هذا هو المقصد متاع الدين. يعني حينئذ إذا كان احنا وزيدك على هذا أنه ربي سبحانه في القرآن شي يقول، يقول وما، وهذه هي أهم نقطة، ربي سبحانه يقول في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، معناها ربي سبحانه كيف يحكي على سيدنا محمد على الرسول الهدف من إرساله هو تحقيق الرحمة مش المسلمين للعالمين، ريت ريت ماهوش الاسلام هابط رحمه للمسلمين اكهو، لا هابط رحمه لجميع سكان الكره الارضيه. للاسف الشديد المسلمين ما فهموهاش الحكايه هذه وما همش يطبقوا فيها الحكايه هذه. دونك لهنا الغلطه ماهوش نتاع الاسلام، الغلطه نتاع سوء تطبيق الاسلام من طرف المسلمين. دونك كي نعاود نرجع لك لهنا انا للمساله قطع اليد، يعني إذا كان أنا عندي حل أنه مسارق نراعيه ونتلهى بيه ونجيب له طبيب نفساني ويعالجه نفسانيا وإحاطة اجتماعية ونهيئ له الظروف أنه هو باش يرجع لباس وأنه هو يخدم ويجبه ويصور الفلوس بالحلال، دونك الحل هذا كان نقارنوه بالحل أن يقص له يده. بالطبيعه دينيا يكون الحل نتاع البسيكولوج ونتاع انه هو يرجع لنافع وللمجتمع هو الحل اللي ينسجم مع الدين وينسجم مع اهداف الشريعه اللي هي استجلاب المنافع والمصالح ودرء المضار والمفاسد، ينسجم مع الايه القرانيه اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، معناها هاو الهدف نتاع الاسلام هو الرحمه. نجم هوني انت تسالني سؤال وتقول لي باهي انت كي حكيت هكاك انه الحل الاحسن هو البسيكولوج وندر شنو، باهي علاش ربي سبحانه من اصله هبط الايه هذه نتاع قطع اليد؟ ماني نعرف قاعد انت هكا كيفاش تبارك الله على الطرق نتاعك كيفاش باش تحب تستفسر معناها على الاشياء، باهي دونك باش تقول لي ما علاش ربي سبحانه هبط من اصله الايه هذه نتاع يعني قطع اليد. انا نقول لك ربي سبحانه نفس الفكره معناها ونفس الفلسفه نتاع فهم الدين، ربي سبحانه هبط الايه هذه في ظرف اللي لا كان فما بسيكولوج ولا كان فما مرشد اجتماعي ولا كان فما برنامج تأهيل للمساجين وما كانتش فما هالطرق هذه الكل للإحاطة بالسارق ولا بالإنسان المنحرف، ما كانتش هالحلول هذه والسبل هذه اللي تنجموا احنا ان نعالجوا بها السيد هذاك ونرجعوه للطريق المستقيم، ما كانتش فما الاساليب هذه، اللي كان فما
هو معناها ما كانتش فما الشيء هذا الكل، وبالطبيعه بما انه ما فماش الشيء هذاك الكل والبشريه ما زالت ما وصلتش لهالعلوم هذه ولهالرقي هذايا، دونك بالطبيعه احنا الهدف يلزم ديما جلب المنافع والمصالح ودرء المضار والمفاسد. اذا كان انا في مجتمع ما فيش الحكايات هذوما الكل وفما يعني برشا سرقه، هذاك هو الحل. الواحد يقص اليد، يقص اليد ما كانش يعني فوالا باش تولي فوضى وباش تولي الدنيا، حتى حد اللي نجم يستأمن على فلوسه، حتى حد اللي نجم يستأمن على ثروته. وتخيل روحك انت يعني مش انت توا في 2017، معناها تخيل انت تكلت على صغارك وواحد وكذا فك العصر هذاك، ويجي واحد ينهب لك اموالك الكل، وانت بعد تموت بالشر، بعد ما تعبت وبعد ما شقيت وبعد ما خدمت، وواحد يجي يفكهم لك هنا بنالي الفلوس هذوما واللي هما برشا فلوس، واللي انت الله اعلم تلقاك خدمت عليهم سنوات وسنوات باش لميتهم الفلوس هذوكم، يجي هو في رمشة عين يهزهم لك. يعني بالطبيعة انا نحكي لك لو انت كنت عايش فك العصر هذاك كيفاش يكون موقفك، بالطبيعه باش يكون الموقف نتاعك انك انت تتنرفز على الاخر، ولهنا يلزم انه تكون فما ردع، ردع باش المجتمع يعيش في كنف الامن والسلام به. إذا تكلمت حول مسألة السرقة وقطع يد السارق، خليني نجاوبك على قطع يد السارق، ومن بعد نجاوبك على بصفة عامة هذه الأحكام الهمجية اللي موجودة في القرآن والإرهابية والإجرامية. أول حاجة سي عصام، لازم تعرف حاجة، إن وقتها عند الرومان وعند البيزنطيين وعند الفرس فما الحبس موجود، الحبس يعني واحد يسرق يحطوه في الحبس. لو ترجع لتاريخ كيف تعامل البشر مع السرقة تلقى ألف طريقة أحسن من القطع. مثلا نضرب لك مثال، هناك في بعض المناطق عندما واحد يسرق يطردوه من المدينة، كما مثلا عند الأمازيغ قبل، كي واحد يسرق يطردوه من المدينة، يمشي لمدينة أخرى ما يعرفوهوش. إذا الإنسان ما يسرقش باش يقعد في المدينة هذيك. عندك قبيلة موجودة في أستراليا، معناتها غريب هذا، معناتها الأمر بتاعهم يعني هي تعتبر متخلفة لكن متطورة أكثر من الإسلام. يعني كان الواحد كي يسرق شي يعملوا له، يمشيوا يسرقوا له أعز حاجة عنده باش يحسوه شنو عمل. وقتها هو يهبر ويدخل بعضه كيفاش سرقوه، يعيطوا له كما نقولوا كبار القبيلة ويقولوا له أنت راك سرقت واحنا سرقناك باش نربيوك، اذا ما عادش تسرق. انت ظهر فيه معناتها رب الاسلام نتاعك، سامحني في الكلمه، فهمت يعني سامحني في الكلمه، حتى باش نقول يعني اجهل من حمار، ونقول لك الحمار اذكى منه. خلينا نرجعوا سبب قطع اليد في الاسلام. اول حاجه موجوده في الديانه الابراهيميه، فهمت، ولكن موجوده عند العرب، لو ترجع للعرب قبل الاسلام موجودة عند الصعاليك وعند البدو اللي يعيشوا في الصحاري. ما كانش عندهم سجون، هما رحل، بدو رحل متنقلين. فما نجموش مثلا الواحد كي يسرق يحصروه في خيمة ويسكروا عليه، ما عندهمش معناتها سجون. فكانوا شنو يعملوا الحل؟ انهم يقطعوا له يده باش الناس الكل تعرفوا اللي هو سراق ويتعرف ويتفضح. فهمت؟ يقطعوا له يده ويخليوه معاهم، ولا يسيبوه ولا يمشي ولا كما يحب هو. اذا قبل الاسلام كان عند الصعاليك والبدو الرحل قطع اليد، وكان عند اليهود قطع اليد. اذا قطع اليد جاء على حسب البيئه، هذا معناتها اللي جاب قطع اليد هو انسان يجهل بالعالم وشنو موجود. أنا ضربت لك بعض الأمثال كيف يتم معالجة السرقة، رغم اللي توا في الوقت الحاضر معناتها الردع ما ينفعش، بل العلاج هو اللي ينفع. مسألة الردع ما عنده حتى قيمة، تقول لك ردع وتخوف وكل شيء. إذا يا سي عصام، أنت تقول إن الإسلام جاء رحمة للعالمين، أو محمد جاء رحمة للعالمين. تعرف وقت تقول العالمين، أول حاجة هذا فكر إمبريالي، يعني يحب يسيطر على العالم الكل، هذه هي غاية الإسلام. ومعناتها ونكونوا صريحين، أنت كمسلم
هدفك ان الناس الكل يوليوا مسلمين، انا كانساني لا، هدفي ان كل واحد يكون كما هو، نكونوا متنوعين، ما نكونوش كلنا كيف كيف. شفت الفرق بيني وبينك؟ تقول رحمة للعالمين وحاجة كبيرة حاجة، لا بالعكس، هذا فكر إمبريالي، هذا فكر إجرامي، يحب يفرض أفكاره، هو يقص اليد، العالم كامل يقص اليد كيفه. أنت تقول لي هذه قص اليد ما عادش تصلح، والإعدام ما عادش يصلح، والصلب ما عادش يصلح، وضرب المرأة ما عادش تصلح، والمواساة في الإرث ما عادش يصلح، ها؟ وكل ما هي أحكام ما يسمى الشرع إسلامي ما عادش يصلح، وتعدد الزوجات ما عادش يصلح، والرجال قوامون على النساء ما عادش يصلح، كلهم ما عادش يصلحوا. شبقى في القرآن بقى تكل العبادات، يعني كل ما هو شرع أنت تعطله. وأول شيء مش نزيد نقول لك حاجة أخرى، إن الإنسان تطور وصل لهذه الأساليب بتاع العلاج السارق وعلاج المجرم ودراسة المجرم وكل شيء، لم يستنبطها من الإسلام. كان جاء استنبطها من الإسلام راهو بقى متخلف لتوا، وإنما لأنه ابتعد على الإسلام وابتعد على الدين بصفة عامة. ها؟ الغرب وتوصل للحضارة والإنسانية وكل شيء ابتعد على الدين وعلى المعتقد وفكر بمخه، ما عادش يقول قال فلان وقال فلان. أنا توك مثلا كي نجم نستنبط معناتها قوانين جديدة إنسانية حضارية، علاش نحتاج في الإسلام؟ شنو هو باش يزيدني كي نرجع للإسلام ونعطل كل أحكامه؟ هنا أنت ما خليت من الإسلام، كما قلت لك أنا جاوبتك في الفيديو اللي قبل، قلت لك يعني عندما نقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان ناخذ الروح متاعه. هنا حاجة أخرى، مثلا الأذان، نجمو نحيوه الأذان، علاش الأذان عندنا مناقل؟ أو عندنا مناقل؟ علاش طالع السمعة؟ السمعة اللي يبنيو بها في السمعة، علاش تبني في السمعة؟ قبل كانوا يبنيو السمعة باش يطلعوا عليها ويأذنوا، الآن بنين السمعة وهي خسارة فلوس، ينجموا يبنوا بها مساكن للفقراء، مدارس، مستشفيات، وفوق هذاك الكل يطلع فوق السمعة ويأذن بالبوق. انت كي تأذن بالبوق أذن من تحت، علاش بني في رب سمعة؟ وانت علاش أصلا تبني في سمعة؟ وعلاش أصلا تأذن؟ نحيوه الأذان، ما عادش يصلح، ما عادش يصلح، يعني الأذان ما عادش يصلح. عندك المنقلة متاعك وتنجم في البورتابل متاعك تحط الأذان على روحك وتصلي على روحك، ها؟ وفي طبعا مانيش باش ندخل معاك في التفاصيل، أما على حسب كلامك نحبك تقول لي شنو يبقى من القرآن من التشريع الإسلامي. أنت عطلت كل الشرع، وهذا يساعدني، وأنا نشجعك، أنا نشجعك، نحى علي يا رب الجهل الكل هذا، نحي قطع اليد والمرأة والضرب والإهانة والولاية، مثلا الرجل ولي المرأة، لا بأي حق، بأي حق البو لازم يصح البنت باش تسافر ولا باش تخرج؟ الولاية لازمها تتنحى أصلا، الولاية توصل سن البلوغ تولي حر مع نفسك، مسألة الخيانة ش مدخلك انت ناس كبار على رواحهم وامورهم ما عجبكش طلع؟ علاش؟ علاش المشاكل هذه الكل؟ اذا يا سي عصام كما قلت لك انا معاك ونشجعك وواصل على الطريقة ذاك، فهمت؟ بالفعل انت الان خليت من الاسلام كان العبادات، حتى العبادات كانت تحب نناقشوا فيهم، فهمت؟ يعني توا مثلا الصيام حكاية فارغة، فهمت؟ كيف فارغ الصيام حتى ثابت علميا، يعني كي تقعد خاصة في بعض المناطق هوني مثلا في هولندا ولا في النرويج تصوم 23 ساعة ساعات، ومرات تجيك في الشتاء تصوم ساعة، ها؟ فما مناطق فيها 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، كيفاش باش يعمل هذا؟ وكان خرجنا من الأرض شنو باش نعمل؟ باش نقعدوا نتجهوا للكعبة؟ ها؟ وعلاش الكعبة وتكسير الكرايم هذا الكل؟ أو توا حط على البورتابل متاعك ودور على الكعبة على روحك، أو عندنا الإنترنت،
فهمت؟ وعلاش تصلي؟ علاش؟ ابعث رسالة صلاة وقاو كيما توا يعملوا اليهود. عندنا الانترنت توا فيرتيوال تصلي. ما تكسرش راسك. فهمت؟ نحيوها. كل شيء نحيوه. نخليه كان شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويزيع كان مسلم بالإسلام. ها؟ هل تدري الكلام نتاعك شو معناها؟ ماذا بقى من الإسلام؟ كما قلت لك أنا، فقط روح الإسلام. فقط. أما تقول لي اللي محمد رحمة، محمد نقمة. واللي تبع محمد كما عاش محمد وفهمت وما جاءكم به محمد فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوه، هي أكبر نقمة. أنت تقول هوني ما جاءكم به محمد فاضربوه عرض الحائط وما نهاكم عنه فاعملوه، على خاطر العلم اتطور والإنسان اتطور وما عادش احنا في عصره هو، هذاك يخصه هو. المهم نظن أجبتك على كل الأمور بتاعك، وماذا بيا تقول لي اسكو ماذا بيا تقول لي مازلت متمسك بالضرب بالسواك ولا ولا معناتها انت معناتها طورت الاسلام، طورت الاسلام يعني فهمت، على الاقل ضرب نحي جمله واحده حتى النهر وكذا يعني احسن معناتها خير، على الاقل معناتها معناتها تقرب للانسانيه. للانسانيه هذه معناتها الحضاره الانسانيه اللي وصلنا لها ما استنبطتش احكامها من القران ولا من الدين، استنبطتها من العقل. احنا ما عادش محتاجين للنقل وانما محتاجين للعقل. خلينا نسمع اخر الفيديو بتاعك كان فما رد الرد عليك معناتها، ونستنى الفيديو القادم. حاجه اخرى يعني كيف كيف معناها كان تحب نعاود ونرجع ونحكيه للعبودية زادا. إذا كان احنا باش نفهموا أنه الإسلام هل هو صالح لكل مكان وزمان، صالح لكل مكان وزمان في تحقيق الرحمة، في تحقيق العدل زادا. وربي سبحانه كما حكى على الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. زاد ربي فما كثف الآيات متاعه اللي حكى فيهم على العدل. يعني ربي سبحانه يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، صدق الله العظيم. يعني كي تقرأ أنت آية كما هكا أنه ربي سبحانه هبط الرسل الكل والكتب السماوية الكل، هذا الكل صار معناها الأنبياء عيسى وموسى ومحمد وإبراهيم ونوح ولوط حسيله، رب سبحانه هبط هالأنبياء هذوما الكل والرسل هذوما الكل يعني ومعاهم الكتب السماوية متاعهم لهدف واحد، هو تحقيق العدل. هذا هو الهدف. يعني كي انت تقرا ايه كما هكا تفهم انه وقت اللي المسلم يبدا يفكر يجب ان يضع نصب عينيه دائما الغايه وليس الوسائل، لان الوسائل تتغير عبر الزمن. دونك الاسلام الغايه بتاعو شنو؟ هما الحاجات اللي هما مكثفه في القران الكريم، كما غايه العدل مكثفه جدا في القران الكريم، كثير من الايات التي تدعو الى العدل. دونك لهذا دليل انه العدل هو غايه من غايه الاسلام. الرحمه هذيك اكثر حاجه، اكثر حاجه اللي هي مكثفه في القران، اكثر من 300 ايه تحكي على الرحمه في القران. وتعرف ان الانسان اللي يحكي على حاجه برشا مرات تحس انك الحاجه هذيك مهمه بالنسبه ليه، كما ربي سبحانه زادك يحكي على نفس الحاجه ويكررها برشا مرات، اعرف اللي هذيك اللب نتاع الدين، اللي هذيك الجوهر نتاع الدين، اللي هو تحقيق الرحمه. دونك الدين يعتمد على الرحمه ويعتمد على العدل، هذم زوز من اهم الغايات نتاع الاسلام. واذا كان احنا باش نرجعوا العبوديه في كلمه، يعني انطلاقا من تحقيق الرحمه وانطلاقا من تحقيق العدل، بالطبيعه انه لا مجال لارجاع العبوديه، واي انسان يحب يرجع العبوديه هو انسان يكفر بايات الرحمه ويكفر بايات العدل، على خاطر توا في الوقت اللي وصلنا له البشريه في الوقت الراهن من غير المعقول انه مرض ارتحنا منه يجي عبد يحب يعاود يرجع المرض هذاك، والمسألة يعني محسومة. وكما قلنا مسألة العبودية تتلائم، مسألة العبودية
يعني جات في وقت اللي كان من المستحيل انه ربي سبحانه ينحيها، على خاطر مش باش تنجح الخطة هذه. بربي قعد يراهن على تطور ورقي الوعي البشري لين يوصل لمرحلة لين يحس روحه وحده انه هو ينحي العبودية هذه. باهي سي عصام، رجعنا لمسألة العبودية. باهي، معناتها مش لازم نعاود نذكر لك، انت قلت يعني ليس من العدل من هذا، معناتها الظلم اللي معناتها ربك ما كانش عنده الجرأة باش ينحيه، فهمت؟ وما عندوش الشجاعة باش يقول العبودية لا. الإنسان ما يستعبدش إنسان، بينما غيره كانت عنده الجرأة باش يقول هذا، وهو كي مش قادر علاش يدخل في خشمه ويهبط في الأحكام؟ ما هو يهبط كتاب فيه إلا العبادات ويقول لهم كل ما هي أحكام دبروا روسكم. ها أنت تقول لي هبط أنبياء باهي على حسب الأحاديث 124 ألف نبي، إيش عملوا هذو 124 ألف نبي؟ كان الجهل والتخلف والانحطاط. اليهود ما فهموش دينهم، المسيح ما فهموش دينهم، هم هبط لنا موسى معاه الكتاب والتوراة، من بعد قال لهم أنتم شعب الله المختار، من بعد تغشش عليهم وبطل. هاو هبط لنا عيسى، هاو وقع فيه اختلاف، هذا يقول ولد ربي وهذا يقول مش ولد ربي، وامه شكون وامه درا شنو، وحكايات فارغه. من بعد هبط لنا محمد بول البعير وقطع اليد واذلال المراه والانحطاط الاخلاقي والحروب وغيرها من الامور. يا اخي تتكلم بجدك عصام، ها تتكلم بجدك. انا كان جيت في بلاصه ربك نعمل زوج حاجات يمكن معناتها، يا اما نهبط عبادات فقط، ها وما ندخلش روحي في البشر، نقول لهم ابقى عندكم العقل احكموا على رواحكم على حسب العصر وتطوروا. نهبط لهم ايه واحده نقول لهم في امور حياتكم دبروا روسكم، المهم تحققوا العدل والرحمه. انت تقول معناتها مساله القران فيه 20,000 كلمه رحمه، يعني دليل على ان فما الرحمه. اول حاجه مش القران برك، كل الكتب السماويه تتكلم عن الرحمه وعلى العدل. احنا بالعكس نقولوا الشخص اللي يكثر الحلفان هو كذاب، والشخص اللي يرفع رايه الرحمه ومعناتها والعدل وكل شيء هما اكبر سقاط واكبر انذال. هذا نعرفوها، البشر الكل يعرفوها. اللي يحب يظهر روحه شريف هو الفاسد، واللي يحب يظهر روحه صادق هو الكذاب. يعني كيما نقولوا الانسان كي ما فيهاش حاجه يحب يظهرها بكثره الرحمه 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 الرحمه. عاد قلت لك انا كجيتي بلاصه ربك، يا اما نهبط حاجه كامله تحفونا حتى كان ما فهموهاش قبل 1400 سنه، يجي توا يفهموها. نجي انا نقرا الكتاب توا مثلا، ونجي نلقى الاستعباد ممنوع، نلقى العلاج بعلوم النفس وكذا، فهمت؟ نقول هذا بالفعل من عند الله. وفوق هذاك الكل الانبياء الكل على جايبهم في منطقه واحده، علاش ما جابش نبي في عند الهنود الحمر؟ انا كان جيت في بلاصته بقيت نفكر في المساله هذه، ونقول راني بعرف اربع انبياء كل واحد في بلاصه في اخر بلاصه من الارض، من بعد وقت يتلاقاو بنفس الكتاب بكل واحد بلغه واحده. لا نقعد نكسر في راسي نبعث في 1024 ألف نبي، وكل واحد نهبط له كتاب، وكل واحد يفهمه بطريقه، وكل واحد هذا هو مش عارف، هو يا اخي مش عارف اللي مش يفهموه. هو علاش يرسل في محمد، فهمت؟ الاشخاص معناتها ما همش باش يفهموا 1400 سنه، هو مازالوا ما تطوروش باش يحرموا الاستعباد اليوم. اليوم ولا عالم مسلم يحرم الاستعباد. اذا سي عصام لو تفكر بعقلك شويه برك، شويه برك بعقلك، وتخرج من الاطار هذا، لانك ماكش محتاج انت باش تاخذ ما توصل اليه العقل الانساني والمعرفه الانسانيه وتحاول تركبها على الاسلام. يعني على حسب قولك انت ان الاسلام جاء رحمه وعدل، يا سيدي توا الرحمه والعدل موجوده في الدول المتحضره، اذا لازمك تتبع الدول المتحضره
وتتخلى على كل هذا الجهل والتخلف، لأن الرحمة والعدل موجودة في كل الأديان كما قلت لك، وموجودة الآن في الدول المتحضرة. إذا لازم كل المسلمين يتخلوا على التخلف والجهل والظلم والعدوان اللي موجود في الإسلام واللي موجود في القرآن، ويتبعوا الحضارة والإنسانية لكي يلحقوا بركاب الحضارة. إذا هذا معناتها ردي، ونكمل نسمع شنو أبقى ونجاوبك. فما حاجة أخرى مهمة نحب نحكي فيها، هو أنه خاطر يعني كان أنت تقول لي باهي، أنا شكون يضمن لي أنه الإسلام يدعو فعلا إلى العدل، يدعو فعلا إلى الرحمة؟ توا بنجد هالحكايه هذيا، يعني خاطر انا نشوف من الكلام نتاعك اللي انت قريت برشا حاجات على الرسول اللي هما شوهوا السمعه نتاعو، وبرشا روايات على الرسول اللي شوهوا السمعه نتاعو، اللي خلاو الامور عندك يعني فيها نوع من الالتباس. ولذلك انا باش نقول لك حاجه واحده، معناها كان انت تحب تعرف انه الاسلام هل يدعو فعلا إلى تحقيق الرحمة، إلى تحقيق العدل، هل هذه هي الغايات الحقيقية للإسلام؟ دونك باش نتأكدوا من الحاجة هذه، أنا نذكرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يتوفى لما المسلمين في غدير خم، وجاء علي ابن أبي طالب وهزوا يده قدام المسلمين الكل وقال لهم: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. لهنا يعني في الحديث هذا الرسول وصى المسلمين أنه بعد وفاته يكون القدوة نتاعهم هو علي ابن أبي طالب. يعني الرسول كان يعرف أنه أكثر مسلم مؤهل أنه هو يكون ولي المسلمين، أنه يكون هو القدوة نتاع المسلمين هو علي ابن أبي طالب. بون بعد اختلفوا، فما شكون اللي فما قال لك هو يلزم يكون خليفة، وفما شكون يقول لك لا جوست مرجعية دينية وكهو وهوكا يعني يتلهى بالقضاء. وحتى عمر بن الخطاب قال علي ابن أبي طالب كان أقضانا، وأنا أكثر واحد كان عادل في القضاء هو علي ابن أبي طالب، وهذا باعتراف عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يعني إذا كان الرسول وصى المسلمين باش يقتديوا بعلي ابن أبي طالب، ومن ناحية أخرى وصى الرسول المسلمين أنهم هما يقتديوا بأهل البيت، يعني بأخلاق أهل البيت وبسلوك أهل البيت، على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة متاعه إش قال؟ قال: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بين قوسين هذا هو الحديث الصحيح، مش كتاب الله وسنتي، هذا كتاب الله وسنتي حديث ضعيف عملوه السنة، على خاطر هما كانوا يخزلوا على الشيعة وبالعاني باش العباد تبعد على أهل البيت. وبالطبيعة في ظروف هذيك بتاع الدولة الأموية اللي هي عندها مشكلة مع علي بن أبي طالب ومع أهل البيت، يعني صارت كوارث كبيرة وانحراف كبير ياسر على الدين، ابدأ من السبي ومن الاستعباد ومن الهم الأزرق ومن المشاكل الكل عملوها هالأمويين هذوما الكلاب. يعني كيف نشوفوا احنا الرسول وصانا بأهل البيت، باتباع أهل البيت والاقتداء بأخلاق أهل البيت والاقتداء بأخلاق علي ابن أبي طالب. خلينا نشوفوا احنا ونتعرفوا على علي ابن أبي طالب هذا كيفاش كان، يعني كان إنسان باهي وإلا بلكش كان إنسان خايب. خلينا نشوفوا الرسول يعني السيد هذا اللي وصانا به هو كيفاش كان. بون كان مش نحكيه على علي ابن أبي طالب، يعني شو نقول لكم، يعني علي ابن أبي طالب من الحاجات اللي يعني تبهت فيه هو أنه مرة ابن أحمد ابن حنبل جالبوه
قال له يا أبي، قال له شنية هالأحاديث اللي قاعدين يقولوا فيها في معاوية، معاوية بن أبي سفيان معناتها، واحد كما معاوية هل من المعقول أنه تخرج فيه أحاديث اللي فيها فضائل متاع معاوية؟ خاطر الناس الكل تعرف شعمل معاوية والجرائم متاع معاوية والانقلاب متاعه على علي بن أبي طالب اللي هو الخليفة الشرعي، حسينه من غير ما ندخل في التفاصيل. يا أخي إيش قال له أحمد بن حنبل؟ قال له يا بني، أولئك قوم فتشوا على نقيصة في علي ابن أبي طالب فلم يجدوا، ما لقاوا حتى نقيصة في علي ابن أبي طالب، فلم يجدوا، فاختلقوا لأعدائه فضائل كيادا به أو نكالة به. إيش معناه؟ معناها الأعداء نتاع علي ابن أبي طالب اللي كرهوه حبوا يلوجوا له على نقيصة، حبوا يلوجوا له على ديفو في الطبيعة نتاعه، ما لقاوش حتى ديفو، تلموه غزلوا اللي ما لقاو حتى ديفوش، ولاو يعملوا ولاو يختلقوا من روسهم فضائل للأعداء نتاع علي ابن أبي طالب. معناها هذه لمحة على السريع نتاع علي ابن أبي طالب اللي هو شكون بين قوسين، اللي هو تلميذ الرسول، اللي هو تربى من اللي هو صغير في أحضان الرسول وتشبع بالأخلاق الحقيقية متاع الإسلام. يعني هو علي ابن أبي طالب يمثل رسول الإسلام. إيش معناه؟ معناها هو الرسول ربى علي ابن أبي طالب على أخلاق الإسلام وعلى العلم وعلى الحكمة، بشكيته امتداد لكل اخلاق نتاع الرسول، للعلم نتاع الرسول، للحكمه نتاع الرسول. بين قوسين باش تبدا المساله مهمه، الكلام اللي قاعد نحكي فيه مش معناها انا توا شيعي وانت شيعي معناها نخلطوا الامور في بعضها. انا انسان مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم امرني باتباع اخلاق اهل البيت، وأمرني باتباع أخلاق علي ابن أبي طالب، وأنا قريت كإنسان مغروم ياسر بالتاريخ قريت عليهم، وش نحكي لكم معناه؟ شيء دوخ بالمجد، شيء دوخ. أهل البيت للأسف الشديد راهم تظلموا يا مسلمين، وراكم ما تعرفوا عليهم حتى شيء وما يحكيوا لكمش عليهم وما تعرفوش السيرة متاعهم، في حين بالله العظيم لو كان تقرأوا على السيرة متاعهم لما تكتشفوا الإسلام من أول وجديد، راهم محليهم، راهم مطيبهم، راهم مرحمهم، راهم قديش عندهم علم، راهم قديش عندهم حكمة، راهو شيء دوخ بالمجد، شيء دوخ. أما يزمك أنت تقرأهم وكهو، تقرأ أهل البيت كيفاش كانوا. وبالطبيعة أنا كي نحكي هكا، يعني علاش قلت أنا ماني شيعي؟ يعني كالعادة أنا الحاجة اللي مؤمن بها نقولها وما نحشمش وما يهمني في حتى حد. أنا نقول علاش ماني شيعي، على خاطرني لا أؤمن بعصمة الأئمة الاثني عشر اللي هما من السلالة ومن الذرية بتاع علي بن أبي طالب. أنا ما نؤمنش بالعصمة نتاعهم. أنا بالنسبة لي ربي سبحانه هو المعصوم، والأنبياء هما معصومين في ناحية تبليغهم للرسالة. دونك هذا هو بالنسبة لي الرسل، معناها في تبليغهم للرسالة، هذا هو بالنسبة لي العصمة، تكون ربي سبحانه العصمة المطلقة والرسل بالنسبة لتبليغهم للرسالة. أما الأئمة أهل البيت نجلهم ياسر، نحترمهم ياسر، نتعلم منهم برشا 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 حاجات، الأخلاق متاعهم عظيمة، الحكمة متاعهم عظيم، العلم متاعهم يعني علم كأنه علم نبوي، معناها خاطرهم يتوارثوا في العلم، يعني أبن عن جد، دونك ورثوا العلم الحقيقي والأخلاق الحقيقية متاع الرسول. دونك تقولوا نقتديوا بهم في أخلاقهم، في العلم متاعهم، وفي الحكمة متاعهم. هذا هو المسلم شي لازم يكون، دونك الاعتدال لا إفراط ولا تفريط. به يا سي عصام، هوني خرجت على الموضوع، وليت يعني تتكلم على أهل البيت، وذكرت الحديث نتاع غدير وخم، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، وإني تركتم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهذو من الأحاديث تعرف اللي ضعفوهم كثير من علماء السنة، وابن تيمية ضعفهم واعتبر أن الحديث الصحيح هو إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. المهم انا مانيش يعني معناتها خارج على الموضوع باش ندخل توا في نقاش. انت قلت انت ماكش شيعي لانك لا تؤمن بعصمة
الأئمة في الحقيقة الأئمة معصومين في التبليغ عن محمد، كما محمد معصوم في التبليغ عن الله. يعني العصمة لازم نفهم شنية العصمة قبل كل شيء. أنت تحكي يمكن مع السنة ما مش فاهمين، أما أنا كنت شيعي وعالم دين شيعي، يعني دخلت في مجالي الآن. أنا صحيح نعرف السنة ودارس السنة، ولكن أنا عالم دين شيعي، يعني وصلت مرتبة الاحتياط. تعرف شو معناها مرتبة الاحتياط؟ ما نعرفش كيف تعرف الدرجات بتاع العلم. يعني أنا معمم بالعمامة، فهمت بقى هما يقولوا على حسب معناتها الأصل متاعي إني من أهل البيت، وهذوما الحكاية الفارغة متاعهم. يعني كانت عندي العمامة السوداء، وكنت يعني أدرس العلوم الدينية في السيدة زينب في سوريا، ومطلع طبعا على بحار الأنوار، وهو الكتاب يعني أكبر كتاب، وفهمت وآراء الفقه بتاع العلماء الكبار، والكافي اللي هو كيما بخاري وغيرها وغيرها وغيرها. أنت توا قاعد تعمل يعني في دعوة، ولاحظت يعني الطريقة اللي ذكرت بها معاوية كلب، هذيك معناتها نعرفها نحسها، أنا كنت شيعي نعرف هذاك الشيء. هو في الحقيقة معرفة التشيع هي مرحلة نحو معرفة كذب الرسالة، فهمت؟ يعني أنا كنت سني، ثم وليت شيعي، ومن بعد وليت صوفي، من بعد وليت ملحد. هذه المراحل الطبيعية للإنسان اللي معناتها يبحث عن الحقيقة، فهمت؟ يبحث عن الحقيقة. المهم، ما عندي ما نرد عليك على اللي قلته هذا الكل، خل نسمع شنو هو قلت في البقية، أما هذا موضوع آخر، موضوع آخر. هنا دعوة صريحة للتمسك بالعترة بحبل الله المتين كما يقولوا هما، وبأهل البيت، والعلم متاعهم طبعا. تحب ندخل في الموضوع هذا بتاع العلم متاعهم من فين جابوك؟ فاش تم سرقة كثير من الأشياء منهم الذي نسبت، فهمت، لعلي، نسبت لعلي وهي مسروقة من الكتب اليونانية والحكمة الفارسية. هذا موضوع آخر، رغم أني أتفق معك يعني على حسب التاريخ الإسلامي بصفة عامة أهل بيت محمد يعني بين قوسين يعني ظلموا صحيح، ولكن هناك أشياء كثيرة أنت ما تعرفهاش، فهمت؟ المهم خلينا نسمع شنو بقيت الفيديو نتاعك، خاطر شفتك هبطت فيديو واحد اخر توا، قلت خلينا نكمل نجاوب عليه في نفس الوقت. دونك لهنا باش نحكيو على علي ابن ابي طالب. دونك شكون علي ابن ابي طالب؟ علي ابن ابي طالب يعني من كثر ما هو انسان سابق لعصره، والنصائح اللي يحكي فيها لمالك الأشقر في رسالة بعثها له وقت اللي مالك الأشقر ولا يعني والي على مصر، بعث له رسالة، والرسالة هذه فيها نصائح عظيمة ياسر، ولين يعني تحطت أجزاء منها في يعني في تقرير للأمم المتحدة وتنشر عام 2002. التقرير هذا تنجموا أنتم كان تحبوا تدخلوا في سير جوجل وتكتبوا Arab Human Report 2002، يعني Arab A-R-A-B Human H-U-M-A-N Report R-E-P-O-R-T donc Arab Human Report 2002، باش تلقاوه PDF، تعملوا تيليشارجمون، تمشيو الباج 107، صفحة 107، باش تلقاو إمام علي on governance، إمام علي ابن أبي طالب هذول مكتوب on governance، معناها كيفاش في الحوكمة الرشيدة في عام 2002 قاعدين يجيبوا في الوصايا نتاع علي ابن أبي طالب الملك الأشقر، وزاد فما جزء آخر في نهج البلاغة الكتاب نتاعو العظيم علي ابن أبي طالب اللي كان تقراوه هذا ما تنبهروا بالحكمة نتاعو للبلاغة نتاعو. يعني
في نحكي لكم يعني مقاطع من مثلا من الرساله اللي بعثها علي ابن ابي طالب الملك الاشهر. كما نقول هذا علي ابن ابي طالب راهو تلميذ الرسول، راهو تلميذ الرسول، فما بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان. اذا كان التلميذ معناها يكون هكا، مال الرسول كيفاش يكون؟ كالعادة نقول للأسف الشديد فما برشا روايات اتقالت خطأ على الرسول وبرشا كذب تكذب على الرسول، على خاطر لو كان جاء الرسول متاعنا خايب ما يكونش التلميذ متاعه بالعظمة هذه الكل. هذه الحاجة اللي نحب يفهموها المسلمين، وهذه الحاجة اللي نحبك أنت تفهمها يا سي كريم. هل أنه علي ابن أبي طالب كان إنسان رحيم؟ هل أنه علي ابن أبي طالب كان إنسان عادل؟ هذا باش نشوف. خلنا نقراو علي ابن أبي طالب شنو قال لل مالك الأشقر اللي هو الوالي نتاعو في مصر. اش قال؟ باه هذا الكلام اللي قالوا علي ابن ابي طالب لمالك الأشقر، باه باش يوصيه كيفاش يتعامل مع الرعيه في مصر، علما وان الرعيه في مصر راهو فيهم مسلمين وفيهم الاقباط. باه اش قال؟ قال: واشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللطف بهم، ولا تكونن سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر فوقك، والله فوق من ولاك، فقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. هذا هو علي بن أبي طالب. يعني علي أول حاجة بدأ بها: واشعر قلبك الرحمة للرعية. ريت ريفليكس الرحمة، هذا هو أنه أول حاجة يبدأ بها هو الرحمة والمحبة واللطف. هذا التلميذ متاع الرسول، التلميذ الرسول كيفاش خرج رحيم بالعباد ولطيف بالعباد، وما فماش مواطن طبقة أولى وما فماش مواطن طبقة ثانية في الإسلام يا سي كريم. علي ابن أبي طالب كي يحكي يقول له: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الناس الكل كيف كيف. إذا كان أنت أخ لك في الدين يلزمك تكرمه، وإذا كان هو نظير لك في الخلق زاد يلزمك تكرمه. وكيف أحكي عليهم كلهم أنه يلزم يحبهم ويلزم يلطف بهم ويلزم يعطيهم العفو نتاعو ومن الصفحة نتاعو. ما قالوش المسلمين تعطيهم العفو من الصلح والصفح والآخرين الأقباط هذوكم يمشيو يزمروا نكل بهم وسبيهم لا 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 لا. أنا نحب توا نحكي لك على الإسلام الصحيح، الإسلام النقي، الإسلام الطاهر اللي ما دنسش بالأيدي متاع الكلاب الأمويين وبعدهم العباسيين اللي دمروا الإسلام، اللي دمروا الدين، اللي مشاو الدين في المصالح متاعهم السياسية وفي الصراعات متاعهم المذهبية مع الشيعة. وبالطبيعة فما انحراف من تلا أهل السنة والجماعة، وكما زاد فما انحراف من أهل الشيعة للأسف الشديد. معناها الإسلام في هالصراع هذا اللي صار ما بيناتهم الزوز ضاع الإسلام بالقيم متاعه الحقيقية. مي ديما نحمد ربي، ديما نحمد ربي أنه فما يعني مرجعية اللي احنا نرجعولها، اللي هو القرآن، اللي هو الرسول، اللي هو أهل البيت والحمد لله. هذوما حاجات اللي باش يقعدوا ديما يعني علامة مشرقة ومضيئة في العالم، اللي هي تحكي على المجد الحقيقي متاع الإسلام والعظمة الحقيقية متاع الإسلام. نزيد نكمل نحكي لك على علي ابن أبي طالب. علي ابن أبي طالب يا سيدي فما كاتب مسيحي ماهوش مسلم اسمه جورج جرداق. جورج جرداق، هذا جورج جرداق يا سي كريم أعمل موسوعة كاملة، موسوعة كاملة متكونة من خمس مجلدات، خمسة مجلدات. الراجل هبل بإنسان اسمه علي ابن أبي طالب. شنو هالراجل قال؟ شنو هالعظمة؟ وشنو هالعدل؟ وشنو هالتسامح؟ وشنو هالرحمة اللي في قلبه؟ يعني إنسان مسيحي ويكتب موسوعة
Je dis bien Mawsoua, une encyclopédie et non pas un bouquin. Non, une encyclopédie. كاملة على علي ابن أبي طالب بخمس مجلدات من كثر ما عنده فضائل علي ابن أبي طالب وهو أكثر الصحابة اللي عنده فضائل وهذه حاجة معروفة معناها قبل الناس الكل علي ابن أبي طالب والرسول مش يفدلك وقت اللي جاء للمسلمين قال لهم اللهم من كنت مولاه فعلي والمولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عداه يعرف شو يعمل على خاطره يعرف أنه هو أكثر إنسان باش يكون قادر باش يحمل الرسالة المحمدية والرسالة الربانية خاطره رباه هي الحكاية علاش على خاطر الرسول رباه على خاطر من اللي حل عينيه على الاخلاق نتاع الاسلام يعني بقيت الصحابه السفرية يعطيهم الصحه وحاولوا بجميع مجهوداتهم انهم ينفعوا الاسلام ويعد هما مش كيما علي من اللي حل عينيه يعني تربى على الاسلام ويربي فيه الرسول منذ نعومه اظافره تربى وكبر على الاسلام بقيت الصحابه بقي فيهم شيء من الجاهليه مش استنقاص فيهم ما ليه هذا هو الانسان الانسان يقعد 30 سنه ولا 40 سنه وهو عايش في عهد الجاهليه بعد يدخل في الاسلام حتى كان ينصلح حاله حتى كان ينشرح قلبه اما يقعد شويه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها معناها ربي سبحانه ادرى به الظروف نتاع العباد مش معناها رانا نستنقصوا فيهم لا اما احنا قاعدين نتفهموا الظروف نتاعه وعلاش نقولوا انه علي ابن ابي طالب هوك علاش الرسول هز له يده قدام المسلمين الكل وهوك علاش الرسول جاء قال لهم أني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أكثر عباد اللي هما يحملوا الأخلاق متاع الإسلام والقيم متاع الإسلام هما أهل البيت ونعاود نذكر بالطبيعة لهنا أنا لا أقول بعصمة أهل البيت وأنا مسلم لست شيعيا والعصمة بالنسبة لي لا تكون إلا لله وحده هذه مسألة واضحة أما أهل البيت كيف نقرأ لهم يعني شيء عجيب نكمل لك على علي ابن أبي طالب دونك جورج جرداق كيف ألف الموسوعة هذه شنو سماها عاد سماها علي ابن أبي طالب صوت العدالة الإنسانية هذا هو علي ابن أبي طالب هذا هو تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يعني إذا كان الرسول هكا فما بالك الأستاذ كيفاش يكون وفما بالك رب الأستاذ كيفاش يكون هذا الشيء اللي حبيت نقوله لك يا سي كريم حاجة أخرى باش نقولها لك سي كريم في بالك علي ابن أبي طالب من مظاهر الرحمة متاعه يعني أنه في حرب صفين ضد معاوية ابن أبي سفيان في وقت من معناها في بداية الحرب اللي هي كانت وين نهر الفرات كان الجيش متاع معاوية مسيطر على نهر الفرات به ويعني ما كانش يخلي الجيش متاع علي يشرب من نهر الفرات به لين ماتوا بالعطش المسلمين والمعركة دامت أيام معناها مش نهار ولا اثنين دونك اضطروا المسلمين أنهم هم يحاربوا جيش علي معناها اضطر الجيش متاع علي أنه يحارب الجيش متاع معاوية على الماء باش هو يسيطر على الماء كيف سيطر الجيش متاع علي على الماء تعرف شو عمل بعد ما سيطر على الماء وبعد ما شربوا الجيش متاع علي قال ميسالش الجيش متاع معاوية مش معقول أنه يقعد من غير ماء ما نعطيه الماء معناها حتى كان هم يحاربوا فينا حتى كان أنا الخليفة الشرعي وهو خارج علي زورا وبهتانا قال شنو يحب يعني ينتقم لعثمان قال حتى كان هو معناها إنسان باغي ومعناها ظالم والجيش متاعه دونك ظالم هما في حاجة إلى الماء مش من المعقول أن هما يموتوا بالعطش ما تجيش الحكاية هذه وخليهم يشربوا تصور إنسان يخلي الجيش العدو متاعه يشرب هذه راهو اللي يقراها راهو يهبل في مخه راهو كل شنو هو العبد هذا هذا تلميذ الرسول هذا تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم هاو كيفاش كان يعمل حاجة أخرى في حرب صفين علي جاب يعمل مبارزة هو وعمر بن العاص يعني كالعادة علي القوة عظيمة معناها انهال علي بالسيف متاعه على عمر بن العاص وجاب يقتله خاطر مبارزة هذه بالسيف
يا اخي عمرو بن العاص شو عمل؟ عرّ على الثوأة نتاعو، عرّ على الثوأة نتاعو، يعني بالعاني باش علي ابن ابي طالب، خاطر يعرفه هو، خاطر مرة علي ابن ابي طالب قبل في غزوة احد يظهر لي، يعني زاد هكا في وسط الحرب الراجل ظهرت السوءة نتاعو، معناها العورة نتاعو، معناها ظهرت. يا اخي علي دور وجهه، دور وجهه، ويعرفوه انه علي في الحروب كيف عبد يرى، كيف هو يرى العورة نتاع الخصم نتاعو، ما يقتلوش، يبطل. دونك هو عمرو بن العاص ما لقاه بها وين، صحيح علي باش يقتل بالسيف نتاعو، ما لقاه بها وين، عمل هكا عرى على السوءة نتاعو، عرى على العورة نتاعو، معناها يا اخي. وهو راهو الخصم اللدود نتاعو، هو من هو معاويه الزوز اللي قلبوا عليه، والزوز معناها من كبار الاعداء نتاعو في هذه حرب صفين، واللي هما قلبوا اهل الشام على علي الخليفه شر، معناها نورمالمون يقتلوا، معناها يعري على العوره نتاعو، ولا يقول لك يمشي يزمر، هذا عدو يحب يفك الخلافه من الخليفه شر، نورمالمون نقتلوه، هو ما قتلوش. هو زاد كيف كيف انسان صاحب مبدا في كل المواقف، ومهما كانت الحلافات ومهما كانت الظروف ديما يتمسك بالمبدا نتاعو. هذه هي العظمه، هذه هي العظمه نتاع الدين، انك انت تقعد ديما متمسك بالقيم نتاعك وبالمبادئ نتاعك، اذا كان كنت رابح ولا اذا كان كنت خاسر، ولا اذا كان كنت غني ولا اذا كان كنت فقير، ولا اذا كان ما عندك سلطه ولا عندك سلطه، ديما نفس المبادئ تتمسك بها. وهذا اش كان يعمل علي ابن ابي طالب. دونك هو عرى على السوءه نتاعو، العوره نتاعو، يا اخي علي ابن ابي طالب هكا بعد السيف نتاعو ومشى على روحه وقال له بر بر على روحك. وعمر بن العاص هرب يجري وفرحان، وقعد معاويه بن ابي سفيان يعايروا بها حياته كامله، قال له انت ماك ديما كي ذكروا يقول له ماك منعت من الموت على خاطرك عريت روحك، لو كان ما عريتش روحك ولا راك مقتول تو. دونك هذا هو علي ابن ابي طالب. يعني قديش نقعد نحكي لكم على اهل البيت، والله شو ما نحبش نطول برشا، باش نزيد نحكي لكم على حاجه اخرى زاد اللي توجع القلب. انتم تعرفوا انه الحسين الشهيد، معناها قتلوا الاعوان نتاع يزيد ابن معاويه لعنه الله، ثوره حفيد الرسول، معناها شو يصير فيه. ولده اسمه علي زين العابدين، ولده هذا علي زين العابدين بعد ما تقتل الحسين، يعني اهل المدينه عملوا ثوره، عملوا ثوره كبيره ياسر فيما يسمى بموقعه الحره، وكي عملوا الثوره هذه يعني ثاروا على يزيد، معناها خاطر الراجل وصل يقتل في اهل البيت وهز اهل البيت، معناها اسرى للقصر نتاع دمشق وعذبوهم ونكلوا بهم، وكانوا ناويين باش يبيعوهم، معناها جواري، معناها شيء كبير، العائله نتاع الرسول شعره ولا تباعت جواري، كان مش في اخر لحظه قالوا له كيفاش تو هكا العائله نتاع الرسول تبيعها جواري، معناها هذا الكل كره، كره في عائله الرسول. هذو من الامويين، الامويين من اول الدنيا، ابو سفيان يحارب في الرسول، معاويه ابن ابي سفيان يحارب في اكثر انسان يحب الرسول، علي ابن ابي طالب، ويزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان يحارب في الحسين ابن علي، معناها ظاهر المساله، معناها عداوه تاريخيه كبيره، معناها به علي زين العابدين يعني في المدينه، يجيه شكون؟ يجيه مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان في المدينه هو، وجاه على خاطر هما وقت اللي عملوا ثوره في المدينه ثاروا على شكون؟ اهل المدينه بعد مقتل الحسين، ثاروا على الامويين. وهذا سي مروان بن الحكم هو من الامويين، وكان من اشد الاعداء لعلي بن ابي طالب وللحسن وللحسين. وكان يوصل هذا مروان بن الحكم يجي للحسن ويقول له والحسين يقول لهم يا ابناء الملعون، على علي بن ابي طالب ملعون، وكان يسب علي بن ابي طالب فوق المنبر، يطلع نهار الجمعه باش يخطب خطبه الجمعه ويسب علي بن ابي طالب، يسب العائله نتاع الرسول فوق المنبر، هذا من بين الدعاء، معناها اللهم
يعني ما نعرفش ايش في المسلمين، اللهم ندرى شنو معاها هي، اللهم العن علي ابن ابي طالب، يتلعن عائله الرسول في يعني في فوق المنابر في المساجد. دونك هذه مروان بن الحكم كان يسب في العائله بتاع الرسول، كان يسب في علي ابن ابي طالب، كان اللي يجي الحسن والحسين يقول لهم يا ابناء الملعون، كان يجي الحسن والحسين يقول له انت كيما البغل تتشرف، خاطر البغل الام والفرس وبوه البهيم، دونك البغل يتشرف ب يعني ابوه بامه الفرس ويستعر ابوه اللي هو البهيم. دونك كان يقول هكا يعني علي ابن ابي طالب مثله بالبهيم وفاطمه الزهراء مثلها زعما بالفرس. تخيلوا انتوما يعني وين وصل هذا سي مروان بن الحكم وقت اللي صارت ثوره في المدينه. بالطبيعه هما صاروا على الامويين وقالوا يا تو اموي نلقاوه في المدينه باش نقتلوه. دونك هو حب يهرب، شم قارصه قبل ما تبدا الثوره هكا بشويه، شم قارصه جاء لاي واحد من المسلمين اللي في المدينه وقال له امان خلي مرتي ولدك عندك، امان خلي مرتي ولدي عندك، وحتى حد لا قال له لا قبل، حتى حد اللي يمشي له يطرده يقول له برا نعمة الله عليك، برا نعمة الله عليك، برا يا كلبي نعمة الله عليك، ما نقبلش مرتك واولادك على اساس انه خلي عندك مرتي واولادي وانا باش نمشي نهرب لدمشق. قال له لا تحمل مسؤوليتك، انت ماك عامل بعمالك انت وعائلتك تحمل مسؤوليتك. في بالكم شكون مشى؟ مشى علي زين العابدين اللي هو ابن الحسين، الحسين اللي قتلوه الامويين، قتلوه الكلاب هذوما الامويين، وبتحريض بالطبيعة من هذا سي مروان بن الحكم والجماعة. دونك مشى قال له اسمع بالله تعمل عليا مزيد، تخليش عندك مرتي واولادي. تصور انت يجيك واحد اللي هو تسبب في قتل بوك وتسبب في قتل عزيزك، يعني بون بطريقة غير مباشرة، أما هي سبب الفتنة واللي خرجوا على علي بن أبي طالب هو معاوية وراه مع مروان بن الحكم. يعني تخيل انت السيد هذا اللي هو تخيل في متسبب في مقتل بوك ويسب لك في بوك ويسب لك في جدك ويسب لك في الرسول، يسب لك في عائلتك الكل، وهز لك العائله بتاعك اسرى من كربلاء حتى كش للمدينه والصوت على ظهوراتهم، ويجي يقول لك امان تخلي عندي مرتي وصغاري. بالله ايش تعمل انت؟ انت ايش تعمل يا كريم؟ ها احكي لي انت هكا كانسان وهكا يعني عندك مبادئ واحد راش تعمل. بون هو نورمالمون اي انسان يرفض بالمنطق، معناه خاطر حاجه فوق طاقه الاحتمال انه انسان تسبب في مقتل بوك، انه انسان يسب لك في عائلتك، انه انسان عمل فيك شر شعف ويجي يقول لك ما مش خلي مرتي وصغاري عندك. بون نورمالمون باش تقول له لا برا اذهب انت ومرتك وصغارك، دبر راسك وتستاهل اللي يصير لك. ابن علي زين العابدين قالوا به باهي، قال انا نقبل مرتك وصغارك وبر ربي معاك وبر ربي يسامحك وبر ربي يغفر لك وبر ربي يهديك. نعاود ونرجع بر ربي يهديك. هذا هو اش عمل علي زين العابدين. بالله العظيم باش تلقاو اخلاق اعظم من الاخلاق هذيا، باش تلقاو رحمه اكثر من الرحمه هذيا. يعني عبد يقتل لك البو نتاعك، عبد يسب لك العائله نتاعك، عبد يعمل فيك الاعمال هذا الكل، ونفس العبد يجي يقول لك امان خلي عندك مرتي واولادي وانا نحب نهرب وراني خايف عليهم لا يقتلوهم، وانت تقول له باهي داكوردو انا باش نخلي عندي اولادك وصغارك ومرتك وما تخافش عليهم. بالله انسان يعمل حاجات كيما هكا، هل انه يكون انسان عادي؟ هل انه يكون انسان يعني الجد نتاعو بو الجد نتاعو؟ هل انه يكون انسان عادي؟ هل انه ورث اخلاق سيئه؟ هل انه ورث دين خايب؟ الانسان اللي عنده الاخلاق هذه الدين نتاعو دين خايب؟ الانسان اللي عنده الاخلاق هذه هل انه الدين نتاعو ما يكونش دين رباني؟ هذا هو علي زين العابدين ابن الحسين ابن العلي زوج فاطمة الزهراء عليه السلام. يعني بالمجد والله شيء وجع القلب، خاطر آل البيت ظلموا ياسر،
وفي حين أنهم هما أكثر ناس تشرف الإسلام وأكثر ناس تظهر الأخلاق الحقيقية متاع الإسلام. يعني كي نشوفوا أحنا علي ابن أبي طالب إش قال عليه جورج جردات، صوت العدالة الإنسانية، يعني الإنسان اللي تشبع بالإسلام وبأخلاق الإنسان كيفاش طلع؟ طلع إنسان عادل، طلع إنسان رحيم، اللي هو يقول واشعر قلبك للرحمة. علي زين العابدين زاد إنسان عنده الرحمة، على خاطره رحم ألد الأعداء متاعه. وهوك علاش القوة متاع الإسلام أنه هو يدعو إلى الرحمة، لا يدعو إلى الحب، لا يدعو إلى الرحمة. علاش يدعو إلى الرحمة؟ على خاطر الرحمة أوسع من الحب. انت تحب العبد اللي هكا يدخل قلبك واللي يعجبك واللي تلائم، يعني تعمل معاه جو، ما العبد اللي تقلق منه ولا ما يعجبكش ولا ما تهضموش، معناها ما تلقاش روحك مجبور اللي انت تعامله معاملة طيبة. الاسلام قالك لا، قالك الرحمة، انا نحبك انت رحيم. اش معناها رحيم؟ معناها انك انت تكون باهي مع اللي تحبه، اما زاد تكون باهي حتى مع اللي ما تحبوش. ما يسالش، احفظ شوية على قلبك وتكون رحيم، وعاملهم بلطف وعاملهم بمودة. وهذا كانت اخلاق الرسول، وهذه كانت اخلاق مع اهل البيت. هذا هو الحاجة اللي ينادي بها الاسلام، الرحمة. 300 مرة قالت في القرآن الكريم كلمة الرحمة. يعني نكملوا ونحكيوا على معنى هنا فينالمون. كريم، وقت اللي حكيت معاك به يا سي عصام، بعد كملت يعني العزام تاعك، فهمت؟ عظم الله لك الأجر. والحديث العاطفي حول معناتها عظمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كما يقول الشافعي: من لم يصلي عليهم فلا صلاة له. خليتك تتكلم، معناتها أنت خرجت من الموضوع الآن كليا ودخلت بي في موضوع آخر. أنا لا أختلف معك في بعض النقط، فهمت؟ في مسألة الجانب العرفاني في المذهب الشيعي، أو بالأخص قبل الغيبة. هناك فترة علي إلى نجم نقول جعفر الصادق، ومعناتها الأئمة اللي يسموا الأئمة الاثنى عشر، فهمت؟ علي والحسن والحسين وزين العابدين فهمت، والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي. المهم إلى معناتها غيبة المهدي، ثم فترة معناتها من التاريخ الإسلامي ما يسمى الإسلام الباطني، اللي ظهرت منه من بعد الصوفية الفكر الصوفي أو الفكر العرفاني. هناك جانب إنساني، هذا كموضوع آخر معناتها ما نجمش ندخل فيه نقاش الآن، يعني خاطر احنا طبعا نحكيه على مسألة القرآن ومسألة هل الإسلام صالح في كل زمان ومكان. أنا أجبتك في الفيديو اللي قبل، قلت لك لو تريد أن تقول الإسلام صالح في كل زمان ومكان يجب أن ترجع إلى روح الإسلام، أو ما يسمى بروح الأديان، وخاصة الديانات الإبراهيمية. طبعا هوني موضوع كبير. أنا طبعا المظالم اللي تعرضوا لهم يعني أهل البيت وعائلة علي وكل شيء، هذا لا نقاش فيه في التاريخ. يعني اللي يدرس التاريخ يلاحظ هذا الشيء، وانا دارس هذاك الشيء وعارف هذاك الشيء، هذاك علاش وليت شيعي. ولكن عندما درست التشيع من الداخل في الحوزة العلمية على يد السيد الشيرازي والمدرسي وطبطبائي وحسن الصفار وغيرهم، يعني من العلماء الفطاحل يعني في معناتها الحوزة العلمية، اكتشفت عدة أشياء مهمة. لأن شفت اللي وقع للسنة بعد موت محمد، يعني كيفاش مع تظلموا أهل البيت، وصل يعني شسمه يزيد بن معاوية يعمل بيت شعر يتشفى في أحمد وأهل أحمد، ويقول: لا دين أنزل ولا وحي، وإنما لعبة لعبتها بني هاشم للظفر بالملك.
يخو النار بتاع عائشة وشنو عمل عمر اللي انت تفتخر به، فهمت؟ عندما قال أحرقوا عليهم البيت ومقتل فاطمة وإسقاطها لابنها اللي كانت حاملة به عبد الله. يعني عصام هنا هذا موضوع آخر، فهمت؟ أنا خليتك تتكلم، ما نجمش نرجع عليك على كل هذه المراحل التاريخية اللي هي موجودة ومدونة في الكتب الإسلامية، فهمت؟ مانيش معناتها باش نقول لك موقعش هكا وموقعش هكا، معناتها من ناحية التاريخ وقع هذاك الشيء، وهناك معناتها اختفاء وظلم وغيرها من الأمور، ولكن انحراف الشيعة الكبير بدأ نجم نقوله بعد جعفر الصادق. وتعرف انت اللي علماء السنة كلهم منهم أبو حنيفة ان يقرأوا عن جعفر الصادق اللي هو معناته الإمام السادس للشيعة. المهم أنا معناتها كما قلت لك سمعتك، خلي الناس يسمعوا، أكيد أنت معناتها أكيد يمكن تكون شيعي، فهمت؟ أنا ما نجمش نحكم عليك، أنت اللي تقرر. طبعا الشيعي يقول لك أنا مسلم. أما حبيت نذكر لك حاجة واحدة أو حاجتين. أنا اطلعت على مصحف فاطمة موجود في قم في المكتبة. طبعا الإمام الخميني منع طباعته، وكما منع 4 أجزاء من كتاب البحار الأنوار من أجل ما يسمى بالوحدة الإسلامية مع العالم السني، واعتبر أن هذاك معناتها مش داعي لظهوره الآن. وهو كتاب يعني موجود فيه صور أخرى طبعا غير الصور هذه، والشيء اللي جيد فيه انه موجود على حسب الترتيب الزمني لنزول الايات. وتعرف عندما علي معناتها ما حبش يبايع ابو بكر ابقى في البيت، واحتج انه يكتب في القران، ثم اعطاه لفاطمه وهو من المصاحف اللي يقولوا معناتها ضاعت او اختفت، ويقال انها مع المهدي، ولكن هناك يعني كتاب يقولوا انه منسوب ليه ولكن مش اكيد، ما نجموش نعرفه. منها مثلا تقرا فيه مثلا ما يقولش مثلا واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، وانما اذا الموده سئلت باي ذنب قتلت. انا ننصحك باش تسمع لل شو اسمه للقبنجي اللي هو معناتها كان يقرا في قم وانا كنت نقرا في طهران، وهو معناتها من العرفانيين. وتعرف انت رأي الشيعة في القرآن ان القرآن محرف، وان القرآن اللي عندك توا هو قرآن عثمان اللي هو محرف والذي حرق كل القرايين الأخرى، وهذا القرآن يعني تم كتابته باش معناتها بطريقة انها تخدم مصلحة الأمويين وإخفاء عدة حقائق، لأن القرآن معناتها حتى عند الشيعة يعني معناتها صحيح ما يقولوهش توا بفتوى من الخميني، ولكن هناك ما يسمى عندهم ان القرآن الحقيقي سوف يخرج مع مهديهم المنتظر هذا، فهمت؟ حاجه اخرى يقول لك معناتها ذهب من القرآن ثلثه وغيرها من الامور، وسوف يخرج مهدينا وياتي بقرآن غير القرآن وشريعه غير الشريعه وغيرها من الامور، هذه مواضيع اخرى. انا نرجع على روح الاديان، هو الجانب العرفاني الانساني، هذا صالح في كل زمان ومكان، واتفق معك. اما تجي تقول لي ان القران والايات هذيك وعندها تاويل وكذا، انا بالنسبه لي الايات هذيك كلها حكايتها فارغه، فهمت؟ يعني مستحيل تصدر من عند اله. اما مساله العرفان هل هو الهي ام انتاج انساني، في هذا نختلف، خاطر انا لا اؤمن بالوحي، فهمت؟ وانما اؤمن بالالهام، يعني الانسان يمكن ان يلهمه الكون الوجود، هذا موضوع اخر. وذاك علاش انا كما قلت لك انا اتبع الايمان الالحادي، يعني انا اعتبر الايمان هو من اسس الانسان وهو الذي يميز الانسان على الحيوان. اما بالنسبه لمحمد، محمد انحرف عن الطريق، انحرف عن الطريق، في حتى هو بيدو عمل مع حاجات في مدينة، فهمت؟ رغم اللي كان يحاول باش يقرب علي وكذا وكذا. ومسألة علي هذيك قصة، صحيح علي كان متشبع وكان معناتها صديق
لسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري. سلمان الفارسي تعرف اللي هو راهب زردشتي وعنده المعرفة. أما هذا بحث جدا طويل يا عصام، أما خلينا في الموضوع الآخر. كان شيعي يقول شيعي، ما فما حتى مشكلة، أنا ما عنديش معناتها حتى مشكلة أنك تقول شيعي. يمكن تخاف من السنة اللي يسمعوا فيك، يمكن أتباعك أكثرهم شيعة، أو معناتها أنت تستعمل أسلوب التقية. ما نعرف أسلوب التقية، تقية ديننا ودين آبائنا، من لا تقية له لا دين له. يعني نعرف الشيعة وطريقة التقية والباطنية وغيرها من الأمور. تنجم تقول لي في الخاص اللي انت شيعي، ما فما حتى مشكل، حتى كان ما تنجمش تقولها قدام الناس باش ما معناتها ما عادش، خاطر تعرف السنه كي يعرفوك شيعي ما عادش يسمعوك، كما انا وقت يعرفوني ملحد ما عادش يسمعوني. فهمت؟ المهم خلينا نسمع بقيه الفيديو نتاعك. وقلت لك ما عنديش رد على الاحداث التاريخيه، تقريبا متفق معاك ان هذيك احداث وقعت. خلينا نسمع بقيه الفيديو نتاعك باش نكمل رد عليك، اما رانا اخرجنا من الموضوع. نسمع شنو تقول. يعني حسيت اللي مشكلتك هو انه بالنسبة ليك يا الاسلام يكون معناها صالح لكل مكان وزمان بكل التفاصيل متاعه، بكل الكلمات اللي تذكرت فيه، بكل شيء، وإلا وإلا لا ما عادش يولي صالح لكل مكان وزمان، وتولي فيه التناقضات، وتولي فيه المشاكل، ونكفر به. ليه؟ ماهوش هك، ماهوش هك. الإسلام صالح لكل مكان وزمان في الغايات متاعه، الغايات متاعه القصوى. أما كي تلقى أنت أحكام اللي هي مثلا تقعد باهت فيها أنت شبهها هكا وكذا، واحد لازمك تعرف أنه هي هبطت في إطار معين وفي وقت معين، واللي ما فماش حلول أخرى وما فماش بدائل أخرى وما فماش مشكل. إحنا إذا كان نلقاو بدائل أخرى ما أحسن يا حبذا. إذا كان نتنازلوا على رباط الخيل ونوليو بالأسلحة الذكية والأسلحة النووية يا حبذا. إذا كان إحنا نتنازلوا على يعني الايات هذه بتاع اللعان، وواحد يلعن روحه ومرته تلعن روحها، ونوليو نعملوا تيست اديان فهي حبذا. معناها هذا هو الدين. مانيش انه احنا باش نقعدوا، اذا كان احنا نلقاو رواحنا ما عادش فما يعني قطع يد نتاع السارق، ونلقاو وسيله للسارق باش احنا نتاهلوه ويرجع للمجتمع ويبدا يعني ينتج وصالح. دونك هذه حاجه بطبيعه باش تفرح بالقدا وتنسجم برشا مع الرحمه، مع الرحمه اللي هي اعظم حاجه، اللي هي الرسول ربيها في اهل البيت نتاعو، اللي هي يعني رضعوها في الحليب اهل البيت، وطلعوا اكثر ناس رحماء، اكثر ناس رحماء هم اهل البيت. انا راني قريت التاريخ ونقبت عينيا، وهذه هي راهو التجربه، معناها خلاصه التجربه اللي خرجت بها، انه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ارحم الناس، وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم ارحم الناس هم اهل البيت. شيء عجب، شيء من وراء العقل، معناها تحس بالمجد اللي هي عائله جايه من نبي، ما تكونش عائله عاديه، عائله كيما هكا. وقراوا وقراوا على اهل البيت باش تراوا حاجات تشرف وحاجات ياسر محلاهم. كيما قلت معناها مش حكايه عصمه، انا لا اقول ان العصمه وقت تولي كفر، وقت تولي شرك بالله. دونك انا نقول انهم ناس ماذا بينا كان نقراهم باش نعرفوا الحاجات العظيمه نتاع الاسلام. يا سي عصام، راني انا ناقش فيك على حسب النص، فهمت؟ النص الموجود، سواء كتب التاريخ، سواء الأحاديث، سواء القرآن بحد ذاته، فهمت؟ يعني هذه مسألة مهمة. أنت يمكن قريت التاريخ ونقبت عينيك كما قلت. أنا مش قريت التاريخ، أنا عندي 40 سنة وأنا أدرس في التاريخ وفي الفقه وفي القرآن وفي الأحاديث وعلى يد علماء، وناقشت وعملت مناظرات. يعني اللي وصلت له معناتها مش يعني هكاك الصدفة، فهمت؟ انت وصلت لمرحلة انا وصلت لها عندي 30 سنة التالي، فهمت؟ شفت المرحلة اللي انت فيها توا، وقت انا اطلعت على التاريخ وشفت المظالم في اهل البيت وكل شيء. انا تعمقت اكثر ومشيت ودخلت ومشيت نقرا في الحوزات العلميه، واطلعت على الكتب ما يسمى.
المكتبة بتاع قم اللي هي المكتبة السرية اللي مدخلها كان علماء الدين، فيها كتب ما انت ما تنجمش تتصور بالك، فهمت؟ منهم كتاب يعني بتاع علي منسوب لعلي، ما كان وما يكون وما سوف يكون، درست الجفر اللي هو مقابل ما يسمى الكبالة عند اليهود. بل أنا مشيت أكثر من هذاك، فهمت؟ أنا تجاوزت النص كله. الدين أو الدين بحد ذاته هو الدين للعامة، هذاك علاش أنا انتقلت من بعد للصوفية، من بعد انتقلت للغنوصية وتعمقت في الغنوصية. الرحمة اللي أنت تتكلم عليها في الدين الإسلامي، فهمت؟ هي تعود لمن في الحقيقة؟ تعود إلى مسيلمة. مسيلمة الحنفي اللي من اليمامة، واللي جات منه اليمامة، وتنقلوا اليمامة حمامة السلام. لازمك تقرأ مسيلمة، رغم اللي ما فماش فيه كتابات كثيرة، ولكن لازمك تقرأ مسيلمة وتعرف شكون هو مسيلمة، اللي عاش في الهند 20 سنة ودرس الفيدية ولا بانشيدا، فهمت؟ هي معناتها مكتوبة صحيح بالسنسكريتية، ولكن هناك ترجمة لها ممتازة بالإنجليزية، وهناك ترجمة بالفرنسية، وأنا اطلعت عليها معناتها في إيران، في معناتها من طرف معناتها بعض الشيوخ، وفي الحقيقة فيها ياسر كلام من كلام علي، فهمت؟ أقرأ لابانشيدا، حتى موجود فيها من القرآن. وكان مسيلمة جاب العلم هذا ما يسمى الرحمة، لهذا محمد عندما جاء في مكة وقال لهم إني أدعوكم للرحمن، قالوا له لا نعرف، أهل قريش قالوا له لا نعرف الرحمن غير مسيلمة، ومشيوا سألوا اليهود قالوا له هل تعرفون رحمن غير مسيلمة؟ اليهود قالوا احنا لا نعرف رحمن غير مسيلمة. إذا عصام، أنا راني مانيش اللي أنا عليه يعني تعنتا أو جهلا أو أي شيء آخر، أنا تعمقت وبحثت، وننصحك تسمع الفيديوهات متاعي حول الغنوصية، فهمت؟ في القناة متاعي، يعني ما تخسر شيء، اسمع وجهة نظري. أما وجهة نظري الشخصية ما هو الإسلام، هذاك التو مازلنا ما بديناش نحكيو فيه، أنا قاعد نرجع عليك، أنت قلت ضرب المرأة بالقلم، أنا رجعت عليك قلت لك المرأة لا تضرب أصلاً، وما تصيحش عليها وما تنطرش عليها، فهمت؟ هذا اللي نحب نوصل له أنا، ما يسمى من المبادئ الإنسانية. تقول لي أنت غاية الإسلام، غاية الإسلام، أعطيني شنية غاية الإسلام، أعطيني بالنسبة ليك، هل الأسلحة النووية اللي تصنع فيهم إيران؟ ها؟ هذه هي الأسلحة اللي تعمل فيهم إيران واللي تسلح فيهم في حزب الله والحوثيين؟ ها؟ لا يا سيدي، أنا سلاحي العلم. لو تريد رحمة، كيف تدعو إلى الرحمة وأنت تدعو للتسليح والسلاح والحرب والدمار؟ هذا تناقض، راهو تناقض يا عصام. أنا معناتها ما نعرفش لو أنت شيعي ولا، المهم أكيد أنت شيعي، ما غير ما تكون تتبع مرجعية، يعني توصلت للمسألة التشيع وحدك، ماكش تابع مثلاً ولاية الفقيه، ماكش تابع السيستاني، ماكش تابع أي مرجع ديني، يعني قريت ووصلت كما مثلاً بعض نعرف ياسر في تونس، يعني وصلوا للتشيع كما اليسار الإسلامي. اليسار الإسلامي في حد ذاته هو نوعاً من التشيع، لأن مع تعتبر عثمان يعني بقية للأمويين، هو اللي مهد لظهور الأمويين. لو تعترف بخليفة عثمان، أنت مثلا تقول لي أنا سني، هل تعترف بخلافة أبو بكر؟ هل تعتبر عمر إنسان عادل؟ ها؟ تحب نحكيه على عمر شنو عملنا؟ ها؟ مثلا أضرب لك مثال، زوز أقوال، يعني واحدة منسوبة لعلي وواحدة منسوبة لعمر. وقتها وقعت الفازة متاع واحد من الأسياد، تعدى على واحد في الحج، يا أخي مشاو يشكيو، يا أخي عمر تلفت للسيد هذا اللي ضرب صفاع أحد الأشخاص، قالوا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أنت تشوفها هذه قولة عظيمة، فهمت؟
علي رد عليه، فهمت؟ معناتها عنده قولة تشبه له. علي لم يتوجه للسيد الذي صفع العبد أو الضعيف، بل تلفت إلى الضعيف وقال له: لا تجعل نفسك عبدا لغيرك وقد ولدتك أمك حرا. هنا ما تجيش تطلب من الظالم أن لا يظلم، وإنما أطلب من المظلوم أن لا يترك نفسه يظلم. إذن أخي، ما نحبش ندخل معك في التفاصيل، خلينا نكملوا نسمع الفيديو باش نعرف شنو بقية الفيديو باش نرجع عليه ونبوستيه. تفضل. تعلموا منهم الاخلاق الصحيحه. فما حاجه اخرى دونك نحب نقولها لك، انه لاحظت انك يا سي كريم انك تتمسك ياسر بالكلام نتاع المفسرين نتاع القرن السابع والثامن والتاسع، وهذوكم هما معناها بالنسبه ليك انت يعني التفسير الصحيح للقرآن، وبما أنه أنت ترى فيه تناقضات هذوما دونك تقول لي هكا هو مال الإسلام أنا كفرت به. علاش كفرت به؟ على خاطرك أنت ديما تحب كي ترجع للتفسير نتاع الآيات، ما تحب ترجع كان للتفسير نتاع المفسرين نتاع القرن السابع والثامن. انت خويا شكون قال لك اللي انت مجبور باش تمشي بالتفسير نتاع القرن السابع والثامن؟ راهم بشر كيفنا كيفهم، راهم ماهمش آلهة باش نعبدوهم، راهو هذا لازم يولي يكون شرك بالله. معناها انه الانسان يقول انا ما نقبل كان مفسرين نتاع القرطبي وابن كثير. عليه عليه اخي، احنا ما عقلناش عقل، ما عندناش يعني علوم وصلنا لها وافكار دونك وعلم خلطنا له باش نجمو نفسروا القران. اخي نجهل اللغه العربيه ولا شنو؟ بالطبيعه نجمو نفسروه القران وبالفهم نتاعنا نتاع القرن الحادي والعشرين. يعني باش نعطيك انا مثال على الايه اللي مثلا كان انت تقراها باش تهبل في مخك وبالطبيعه تنجم تكفر معناها وتقول شنو هالدين هذا. الايه مثلا تقول انه في تفسير الطبري لسوره ال عمران، الايه عدد 110، بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. التفسير نقراو التفسير نتاع الطبري مثلا، ناخذ تفسير ابو هريره. اش قال ابو هريره؟ قال: كنتم خير امه اخرجت للناس. قال: كنتم خير الناس للناس. هاي كيفاش خير الناس للناس؟ معناها كيفاش المسلمين هما خير الناس للناس؟ كيفاش فسرها الحكايه هذه؟ قال لك: تجيئون بهم في السلاسل تدخلونهم في الاسلام. تو هذا كلام معناها يعني خير امه اخرجت للناس تجيب العباد مسلسلين باش يدخلوا في الاسلام. تو هذا كلام يا رسول الله. معناها بالطبيعه انت تو كي معناها تقرا الكلام هذايا دونك بالطبيعه تحس فما ريحه نتاع امويين ونتاع عباسيين اللي هم يحبوا السبي ويحبوا الاستعمار ويحبوا الاحتلال ويحبوا انهم هم ينهبوا ثروات واحد وكذا، وينجم يكون بريء منه ابو هريره. معناها الحديث هذا معناها عن 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 دونك من ابو هريره، حتى خلط للراوي اللي حتى خلط للطبري. معناها شوف كيفاش تشقلبت الحكايه دونك، ونفرضوا انه ابوه يعني انه الطبري قبلوا التفسير هذا، هل من المعقول انه نقبلوا تفسير كما هكا؟ هكا معناها الاسلام خير امه اخرجت للناس، نجيبوا العباد مسلسلين باش يدخلوا في الدين، وهو العبد اللي مسلسل تو انت بالمخ نتاعك في القرن 21 ينجم يدخل في الدين وينجم يحب الدين وينجم يقتنع الدين؟ مستحيل. إذن التفسير هذا تو انا باش نرضى به هنا عصام عمار نرضى به؟ ما نرضاش به انا التفسير هذا، ولا يعنيني التفسير هذا، ما عنده حتى علاقه بالاسلام ولا يفسر التفسير الصحيح للاسلام. إذن معناها شنو المشكل؟ كان احنا نقولوا هل التفاسير هذه لا تلزمنا، والتفاسير هذه هما من غير زاد ما نتغشوا عليهم ولا نسبوهم ولا لا، مش هكا، مي هما جاوا في عصر معين بثقافه معينه بسقف معرفي معين، دونك ما تنجمش تطلب منهم انهم هما يفسروا كيفك انت ويخموا كيفك انت ولا كيفي انا. ما هذاك هو مخهم مش قال لهم، هذاك هو العلوم نتاعهم مش قالت لهم. بس نقول لك حاجه بين قوسين، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران. ما نعرفش كان في بالك بها المعلومه هذه، لم يفسر القران. علاش حسب رايك ما فسروش القران؟ ما فسروش القران على خاطر لو كان باش يفسروا بنفس الطريقه اللي لحظه دونك لو كان
الرسول صلى الله عليه وسلم قلت علاش ما فسروش القرآن؟ على خاطر لو كان فسر القرآن بنفس الطريقة، معناها بالطريقة اللي تنسجم مع المخ نتاع الصحابة وتفكير الصحابة وعادات وتقاليد الصحابة والقيم نتاع الصحابة وثقافة الصحابة بصفة عامة، ولا راهو يعني كيف احنا جينا التفسير هذايا باش نقعدوا باهتين نقول شنو هي الكلام هذايا وشنو هي الحكايه هذه وشنو هيك التفسير بتاع الايه هذه، علاش؟ على خاطر احنا ثقافه اخرى، مخ اخر، تفكير اخر، علوم اخرى، بالطبيعه مانيش نقبلوه. ولو كان الرسول معناها ربي يطلعه على الغيب ويفسر القران بتفسير بتاع عام 2100 ولا 2017 ولا 1950 ولا اللي هو، بالطبيعه زاد ولا راهو يعني الصحابه في العهد هذاك ولا راهو ما قبلوش، ولا راهو يمكن حتى ما فهموش ترى الحكايات، ما فهموش، خاطر يمكن فما عمق اكثر ويمكن فما معاني اخرى تتبدل عليهم وكذا. دونك يقول لك شنو هو التفسير هذا؟ دونك ريت علاش الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران؟ ما فسروش لسبب بسيط، هو أن تفسير القرآن ياسي كبير، راهو يتغير من زمان إلى زمان آخر، وفهم القرآن يتغير من زمان إلى زمان آخر حسب الظروف، حسب العلم اللي خلط له، حسب الأدوات المعرفية اللي عندك، وهذه مسألة مهمة، مسألة الأدوات المعرفية. يا سي عصام، أنا بالعكس، أنا لا أعبد الأشخاص، فهمت؟ أنا لا أعبد لا المفسرين ولا عائلة محمد ولا علي ولا محمد نفسه ولا حتى واحد منهم. فما قول العلي تقول معناتها معروفة، هي تقول لك ابحث عن الحق تعرف رجاله، لا يقاس الرجال بالحق، وإنما ابحث عن الحق تعرف رجاله. مش تجي تقول فلان قال، خاطر علي قال، فهمت؟ يعني الكلام نتاعو حق، لا، شوف الكلام نتاعو هل هو حق ام لا، ثم تعرف شكون قالوا على اساس اللي قالوا هو حق. اذا انا اتجاوز الاشخاص، انا اخذ الفكره مجرده كليا وابحثها، ما يهمنيش شكون قالها، قالها شي حتى ابليس، ما يهمنيش قالوا رب ولا قالوا علي ولا قالوا بطيخ ولا قالوا سنفور، ما يهمنيش، المهم اعطيني محتوى الفكره، فكره عجبتني شكون قالها، مش عجبتني يعني شفتها منطقيه وتناسبني انا شخصيا ناخذ بها، ما عنديش مشكله. يعني تقول انت الشرك، انت تشرك تقول ان محمد هو الكل، تشرك بالله، فهمت؟ من المفروض انك تتجه لله مباشرة، ما تحطش واسطة بينك وبين ربك، لا محمد لا عائلة محمد لا حتى واحد، فهمت؟ هذا المنطق شو يقول؟ ما كنت تؤمن برب اؤمن به مباشرة. فما قولة أخرى بتاع علي تقول إن القرآن حمال أوجه. مسألة القرآن يعني يمكن نبحثوها ونعطيك يعني وجهة نظري في المسألة. أول حاجة هو اسمه قرآن لأنه يقرأ، وذكرت لك القصة بتاع وقتها عمرو بن العاص رفع المصاحف، وتعرفها القصة، وقتها في حرب صفين علي كان باش يربح الحرب، يا أخي معاوية عيط لعمرو بن العاص قال له أنجدني، قالوا ماذا تعطيني؟ قالوا أعطيك ولاية من ولايات الشام. قالوا هل أبيع جنتي بولاية من ولايات الشام؟ قالوا ماذا تريد؟ قالوا أريد حكم مصر. قالوا إنها لك. وتعرف القصة، مش لازم نذكرها لك، متاع رفع المصاحف والتحكيم والمشكلة. الجماعة متاع علي، فهمت، وقع فيهم تذبذب، شكون معناتها باش يضربوا المصاحف ولا لا؟ يا اخي علي قلم اضرب المصاحف، ما هو الا كلام بين دفتين، فهمت؟ وحتى ان فما روايه اخرى تقول ان معناتها الانسان هو القران، مش كلام. ومساله التفسير، انا طلعت على تفسير منسوب لامام علي، خاطر القران بتاع فاطمه
هو قرآن مع تفسير لعلي، ومكتوب الآية القرآنية قلت لك على حسب التسلسل الزمني بالأسود، والتفسير مكتوب بالأحمر. طبعا هو ما يشبهش القرآن هذا، هو أكبر من القرآن هذا وفيه ياسر حاجات، فهمت؟ إذن أخي عصام، أنا لا أقدس شخص مهما كان، ولا أقدس رب أصلا. فكرة الرب هو ما عنده، لو ترجع العلي ما عنده الأشياء اللي عنده اللي ماخذها من العمق الفطري للعرفان، فهمت؟ لو تقرأ يعني الخطب متاعه، تعرف الخطب متاعه خاصة في وصف الذات الإلهية، فهمت؟ يقول لك لا يجزأ ولا يقسم، يعني أقرأ معناتها الصفة متاع الذات الإلهية كيف ينظر إليها علي، منسوبة إلى علي، تو تشوفها إنها لا وجود لها أصلا. وهذاك اللي أنا ذكرته في الغنوصية، وهذه الفكرة متاع المعتقد ما يسمى الله الصفر المطلق، واللي أنا كتب فيها كتاب 7 مجلدات، مازلت ما خرجتوش، خرجت الجزء الأول منه، أما باش نعاود نخرجه كانت توفرت لي ظروف. ولكن قاعد نحكي على المسألة هذيك في الفيديوهات متاعي، هذاك علاش ننصحك تشوفهم. إذا سي عصام، القرآن أنا ما يعني لي حتى شيء، لأني أنا القرآن وأنت القرآن، ومانيش محتاج للقرآن، ها، ومانيش محتاج لأهل البيت، ومانيش محتاج لمحمد ولا رب محمد، مانيش محتاج لحد شيء. أنا عندي عقل وأعيش الآن، هذه هي النقطة المهمة، فهمت؟ لا للعبودية، هذاك علاش هذا الشعار بتاعي، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. هذه الفكرة ماخذها نتيجة تجربة بتاعي، وهذا لو أنت اتبعت ما يسمى بالعرفان تو تفهم حقيقة ومغزى المعتقد اللي قلت لك هي روح الإنسان، وهو الإيمان. يعني حتى في الإسلام ترجع تلقى، والقرآن فما أشياء فيه راهو غنوصية، ياسر في القرآن موجود غنوصي، فهمت؟ وأفكار عظيمة، مثلا عندما يقول وجدنا آباؤنا على ملة وإنا على آثارهم تابعين، ما لازمكش تتبع والديك، لازمك تبحث. الحقيقة والإيمان لا يورث، المهم أنك تكون مؤمن باللي تؤمن به، ماكش متبع أي طرف آخر. المهم سي عصام، ما نزيدش نطول عليك، خاطر توا تقريبا ساعتين، أنا توا كملت الرد على الفيديو متاعك، وأرجو أن نبقى في موضوع واحد، خاطر الآن تفرعنا ياسر، تاخذ فكرة واحدة ونحكيو عليها. أول شيء لازمك تجاوبني عليه، هل يجوز ضرب المرأة بالسواك؟ بل هل يجوز تهز يدك وتخوفها؟ بل هل يجوز تتكلم عليها بصوت عالي وتسبها وكذا؟ هل المرأة إنسان مستقل كيفك كيفها أم لا؟ اما تقول لي معناتها نتبع النصوص والنصوص، انا تجاوزت هذيك الامور، قلت لك انا تجاوزت القران وتزوجت محمد وتزوجت رب محمد اصلا. نظن الفكره واضحه، وشكرا معناتها انا في الحقيقه تعجبت وقت بديت نحكي معاه، قلت هذا اكيد ان معناتها ماهوش سني 100%، يعني قلت يمكن قراني. ومن بعد بديت نتبع في الكلام نتاعك كيفاش تبحث، وليت بديت نحس اللي انت نوعا ما معتزلي، وفي الاخير يعني طلعت متاثر بمذهب اهل البيت، باش ما نقولش شيعي، يمكن ما تحبش كلمه شيعي، وفما كثير من الشيعه يقولوا احنا مسلمين من الشيعه، كيما القرانيين يقول لك احنا مسلمين ماناش قرانيين، وكيما السنه الوهابيه تقول لك احنا مسلمين ماناش وهابيين وماناش سلفيين، يعني هذه معروفه، كل واحد يحب يظهر روحه هو الاسلام الحق والباقي الكل غلط ويكذب. المهم سي عصام، انت معناتها اكيد معناتها قلت بحثت وكل شيء، ابو هريره معروف، يعني معروف معناتها عاش مع محمد بعض سنوات، وكان مشهور الاب، حتى كان يطلق عليه ابو هريره، وكان معناتها من الناس اللي يوكل فيهم ويشرب فيهم محمد، فهمت؟ اللي يراوي عشرات الالاف من الاحاديث، وتعرف معناتها عمر ضرب وحط والي على البحرين سرق، فهمت؟ وطردوا
ومن بعد جاء عثمان، يعني بدأ يتقرب من عثمان، ومن بعد قربوه الأمويين ورواع الأمويين، معناتها واحد مات معناتها في قصر وأملاك وكل شيء، ومعروفة حتى القصة اللي يرويها بعض الشيعة حول أحد الأشخاص، به هي معناتها حديث ضعيف لا محالة، أما تقول لك اللي واحد جاب بصل من عكا ما هو من اليمن أصله، يا أخي ما نجمش يبيعه. يا أخي جاء أبو هريرة قال له، قال لي حل يا أخي، طلع أبو هريرة قالوا عن رسول الله، عن والله أني سمعت رسول الله يقول من أكل بصل عكا كأنما زار مكة. يا أخي الناس طاحت تشري في البصل، فهمت، وأعطاه تفتوفة كما قلت أنت، يعني رشوة وأمور مريقلة، فهمت. وعمر يعني ما قريت التاريخ تعرف عمر شنو عمل معناتها من فضايح ومن أمور، فهمت، والظلم والعنصرية نتاعو، وش عمل في الأنصار، وش عمل الأنصار اللي قال قتلته الجن، ومعناتها وغيرها من الأمور اللي عملها عمر. وعثمان ما نحكيوش عليه عاد ذاك، فهمت، يعني خمجة هو اللي أعطاها في طبق من ذهب للأمويين. نعرفش أنا شنو رأيك في هذوما الأشخاص، خاصة وعايشة شنو عملت، فهمت، يعني ما نتصوركش أنت يعني تحترم عايشة، فهمت، اللي حاربت علي، وفهمت، وخرجت وقتلت أشخاص من المسلمين ماتوا، فهمت. إذا أنا توا من المفروض أني نوفى الإجابة، لكن شفتك توا هبطت فيديو آخر مع الأسف لازمني نجاوبك عليه، باش نجاوب كل شيء مع بعضه. إذا خلينا نسمعوا شنو تقول في الفيديو الثاني. أنا للعلم ما نسمعش الفيديو كله، نحط الفيديو ونبدأ نجاوب عليه بشوية بشوية، يعني نسمع ونجاوب مباشرة، على خاطر إلى الآن عصام معناتها مستوى الحوار يعني يعتبر جدا جدا بسيط بالنسبة لي، يعني أشياء معناتها تعود لي فيها بحافظهم أنا ونعرفهم وكملت منهم. أنا معناتها نحكي في الأمور هذه للناس اللي يسمعوا اللي ما يعرفوش التاريخ واللي ما بحثوش في المسألة. المهم نسمع شنو تقول. باهي نواصلوا الاجابه على الاسئله والتساؤلات نتاع السي كريم. اخر حاجه قلتها لك السي كريم هو انه راهو من الطبيعي ومن المنتظر ان يكون التفسير نتاع علماء القرن الثامن والقرن التاسع مثلا يعني بالطريقه هذيك اللي احنا نجمو نبهتوا فيها، ولا نجمو ساعات نقولوا شبيها يمكن نتناقلوا مع العلم، ولا متناقلوا حتى مع الاخلاق نتاعنا مثلا كما هذيا تدخلونهم في الاسلام بالسلاسل معناها. دونك كما قلت لك راهي المساله لهنا خاضعه للعادات وللتقاليد وللقيم وللموروث الثقافي وحتى للعلوم والادوات المعرفيه اللي هما عندهم معناها. دونك وهما معذورين في طريقه تفسيرهم للقران هذا على حسب هذاك مخهم شنو قال لهم معناها. يعني وكان حبوا نزيدوا نفهموها المساله هذه راهو يا كريم، شو نقول؟ نقول انه كي ناخذوا احنا عالم دين عايش في القرن الثامن شنو الادوات المعرفيه نتاعو؟ دونك بالطبيعه عنده شويه كتب يعتمد عليها، واحد ساعه ما عندوش انترنت، ماهوش قاري علم نفس، ماهوش قاري يعني علم اجتماع، ماهوش مطلع على بقيه المجتمعات الاخرى والاسرار نتاع النجاح نتاعها، ماهوش يعني عنده يعني اطلاع كما الاطلاع نتاع العباد اللي توا عايشين في القرن الواحد والعشرين. يعني انت في القرن الواحد والعشرين عندك قدرة على انك تقرأ الكتب نتاعك الكرة الارضية الكل، كل تنجم تقرأها وانت قاعد في الدار بانك تبغى سامبل كليك. دونك هما ما كانش عندهم الحاجة هذه. دونك المعرفة اللي احنا وصلنا لها توا، انا ناكد لك ان تخولنا ان نفهم القران بالطبيعه يمكن احسن منهم، واكيد احسن منهم. مثلا كان نجيبوا احنا طبيب ونعطيوه يعني باش نقولوا له شرح لنا المخ هذا ويعطينا وصف للمخ، كان نعطيوه احنا مثلا مشرط وباش يستعمل عينيه اكاهو باش يعمل لنا وصف للمخ، دونك باش يشرح هكا المخ ويقول لنا فيها هكا ماتيير غريز وماتيير بلانش معناها ماده رماديه وماده بيضاء، بون هذاك هو حد الجريد معناها. في حين انه كان نعطيه مجهر
هذاك اللي قرينا فيه قرينا به في الليسي بيان سور باش يكون الوصف نتاعو ادق على خاطر ادوات المعرفه ولات اقوى. واذا كان نعطيو احنا ميكروسكوب الكترونيك الوصف نتاعو باش يكون ادق وادق على خاطر ادوات المعرفيه نتاعو كبرت. حينئذ الوصف نتاع المخ هو مرهون بالادوات اللي احنا عندنا ومتوفره، يعني المعرفه هي رهينه للادوات المعرفيه. على قد ما انا نعطيك ادوات معرفيه على قد ما انت تكون قادر ان المعرفه نتاعك تكون اقوى واصح وادق واقرب للحقيقه. هذا هو الحاجة اللي أنا حبيت نقولها لك، وإحنا توا في القرن 21 الأدوات المعرفية نتاعنا أقوى برشا من المفسرين نتاع القرن الثامن والقرن التاسع، دونك من غير ما تجي تقول لي أنت يلزمك تمشي بالتفسير نتاع القرطبي ولا ابن كثير ولا واحد، لا أنا نقول لك يعطيهم الصحة، هما اجتهدوا بارك الله فيهم ونحترمهم دونك وعلى روسنا، مي احنا توا وفتناهم بمراحل يعني كبيره ياسر في العلوم نتاعنا وفي المعارف نتاعنا وفي الوعي نتاعنا وفي الرقي نتاعنا وفي التحضر نتاعنا، دونك بالطبيعه يلزمنا نفسر القران بالطريقه نتاعنا احنا. واكبر دليل على ان القران يلزم يتعاود تفسير نتاعو من عصر الى عصر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران بل تركه للمسلمين لكي يفسروه بانفسهم في كل مرحله زمنيه حسب مقتضيات ذلك العصر. هذا هو الحاجه اللي حبيت نقولها لك. فما حاجه اخرى زاد اسفتني ياسر ومعناها انا قعدت بيت، علاش انت ربطت الاسلام نتاعك بال معناها بال 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 بالشيوخ نتاعك، معناها يعني علاش انت لهنا ربطت الاسلام نتاعك بالاسلام نتاع الشيوخ وبالعلم اللي انت تلقيته على الشيوخ. يعني انت فينالمون لقيت روحك ماكش مؤمن بالاسلام، نحكي على قبل معناها، مي لقيت روحك انت ريالمون مؤمن بما يؤمن به شيوخك. يعني وقت اللي شيوخك كانوا هما يعطيو فيك في الاجوبه تقول الاسلام به، نهار اللي شيوخ نتاعك عجزوا على انهم يقدموا الاجوبه الشافيه لك انت، انت لهنا قلت ما الاسلام فيه خلل. مش ندخل الاسلام في الحكايه هذه، يعني هو الاسلام كله يقتصر يعني فهمه على الشيوخ نتاعك، الشيوخ نتاعك هما الوحيدين اللي هما ينجموا يفسروا الاسلام ويلقاو حلول ولا يلقاو تفاسير لهالتناقضات هذه اللي انت دونك جات المخك. يعني علاش انت ما لوجتش على علماء اخرين على مرجعيات اخرين باش تسالهم باش تفسرهم معناها على هالحكايه هذه، معناها صحيح الشيوخ نتاعك قالوا لك رانا نكذبوا على العباد ورانا نتراهد وراهم درا شنو، معناها كي طلعوا هما كمشة منافقين ولا الاسلام هو منافق، شنو دخل هذا في هذا؟ يعني انت يلزمك تفصل ما بين نفاق الشيوخ نتاعك وما بين الاسلام، والاسلام ليس مسؤول على نفاق الشيوخ نتاعك، والاسلام ليس مسؤول على قصر ولا قصور الفهم نتاع المشايخ نتاعك. هذه هي الحاجه معناها اللي انا حبيت نقولها لك، ومعناها بصراحه يعني نجم نقول لك انه العجز نتاع الشيوخ نتاعك على انهم يقدموا لك الاجوبه الوافيه والمقنعه والشافيه للاسئله نتاعك هو ماهوش دليل على وجود تناقض، معناها وجود تناقض في الاسلام، بل هو دليل على جهل الشيوخ نتاعك للاجوبه. هذا هي الحكايه تو سامبلومون، معناها الاسلام بريء من هذا الكل وهما يجهلوا الاجابه وما يعرفوهاش، اي دونك علاش احنا ندخلوا الاسلام في الشيء هذا؟ بالكش انت كان زيد تبحث وحدك وبحسن نيه وبموضوعيه وبحياد وبنيه خالصه لله تو تلقى الجواب، وتو انا نتاكد لك انك تو تلقاه الجواب، ماهوش شيخ معناها هو اللي باش تخليه يلعب لك بمخك ويا يدخلك في الاسلام والا يخرجك في الاسلام. انت مؤمن بالحاجه اللي انت مقتنع بها، مش مؤمن بالشيء اللي قراوه لك الشيوخ او علموه لك الشيوخ، وانت مخك وينه في هذا الكل؟ باهي يعني كان قلت لي انا وحدي لقيت التناقضات وصايي يمكن نتفهمك، اما انت ما قلتليش الشيء هذا، قلت لي النفاق نتاع الشيوخ نتاعي هو اللي خلاني نخرج من الاسلام. مي فوالا دونك الاسلام شندخله في نفاق الشيوخ نتاعك.
بس على العموم كريم، في الختام أنا ندعوك أنك تراجع الحسابات نتاعك في التعامل مع الدين، ونطلب منك يعني حاجة بسيطة كانت نجم أنت تعملها، هو أنك يعني تطلب ربي بكل صدق وتقول له، يعني معناها تقول له: يا ربي، كان أنت موجود، لو أنت موجود دلني على وجودك. هذه هي يمكن أكبر نصيحة معناها أنا أقولها لك، أنه خاطر بما أنه أنت تلوج على الحقيقة وما تحب كان الحقيقة، أنا معناها أبريتو أنت ما تخسر شيء، يعني يا رب سبحانه، يعني إذا كان في مخك أنت عندك شكوك، إذا كان هو معناها ماذا بيك أنك أنت تراه، وماذا بيه أن يعني تتأكد من وجود متاعه، ادعيه واطلب منه أنه يدلك على الوجود متاعه، وفما برشا آيات تنجم تدلك على الوجود متاعه، مي إن شاء الله أنه هو يدلك على آية من الآيات هذه متاعه، وأنت تتفطن معناها للآية هذه من الآيات متاعه الموجودة، وبطريقتك الخاصة. معناها كل واحد عنده طريقة خاصة للوصول إلى الله تعالى، معناها مانيش أنا اللي باش نقول لك معناها به. بون سينو، معناها اخر حاجه كخلاصه للسلسله هذه، يعني نقول لك بون، فرصه طيبه سي كريم اللي احنا تبدلنا الاراء وتبدلنا الحكايات والكلام، ومعناها تناقشنا نقاش راقي ونقاش فيه احترام، وانا عجبتني معناها الحكايه هذه. على العموم انا معناها الله غالب، راني عندي برشا خدمه وبرشا التزامات وعندي عمل معناها ان شاء الله قاعد نحضر فيه، دونك معناها فوالا، نتخيل روحي اني جاوبتك على يعني الاسئله الكل. وعلى العموم الاختلاف لا يفسد للود قضيه، معناها انا هذايا اخر فيديو تو باش نعمله باش نجاوبك على التساؤلات نتاعك، خاطر بالمجد بوكو دو ترافاي وبوكو دو ريسبونسابيليتي، ومعناها وزاد كمهم نحترم الراي نتاعك، معناها كل واحد عنده الراي نتاعه، خاطر كان باش نقعد نحكي وانا نحكي وانت تحكي وانا نحكي اون في نيغا جامي، معناها بون ابري تو ما يسالش، نحترموا اراء بعضنا وكل واحد يحترم الاخر. انا قلت معناها اللي عندي. على العموم يعني انا اخر حاجه نتمنى لك من كل قلبي انك تخلط الحقيقه، فوالا هذا هو يمكن اكثر حاجه نتمنى لك انك تخلط الحقيقه. بالنسبه لاصحابي معناها واللي تبعوا فيا في اللي حكينا فيه، نحب نقول لكم انه نتمنى نهار من النهارات يكون الشعار متاع كل مسلم في الدنيا هذه: أنا مسلم إذا فأنا رحيم، أنا مسلم إذا فأنا عادل لا أظلم الناس، أنا مسلم إذا فأنا أقوم بالعمل الصالح لكل البشرية والعمل النافع لكل البشرية، أنا مسلم إذا فأنا أحب لأخي ما أحب لنفسي. هذا هو الإسلام، هذه هي الغايات القصوى نتاع الإسلام: الرحمة، العدل، العمل الصالح، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نشكركم مرة أخرى وإلى اللقاء، بسلام. أوكي يا سي عصام، هذا الرب اللي راسل كلام مش مفهوم واللي كل مرة يتفهم بطريقة، فهمت؟ هذا ماهوش في المستوى انه يعرف البشر ويعرف طريقة تفكيرهم، علاش مستناش لتوا ولا وقت يشوف الناس تنجم تفهم باش يبعث الرسالة نتاعو؟ انت تصور مثلا تمشي لوليد صغير تعطيه كتاب، فهمت؟ وتقول له افهمه كيما تحب، هل تشوف هذا عمل انسان عاقل؟ وليد صغير ما ينجمش يفهم الكتاب شنو فيه، انت تجي تعطيه كتاب، فهمت؟ وتقول له افهمه كيما تحب، هذا عمل غباء.
فهمت؟ على مستوى الإنسان نقول هذا إنسان غبي، فما بالك به رب؟ فهمت؟ كي هو القرآن حمل أوجهه كل واحد كيفاش يفهمه في كل وقت كيفاش يفهمه، علاش يرسل فيه أصلا؟ يعني يسخر منا ولا يسخر من نفسه؟ هذه حاجة. حاجة ثانية، كي هو معناتها الأمور تتغير كما قلت أنت، أنا مانيش حاجتي في كتاب يا سيدي، يبعث لنا كلمة يقول لنا خدموا مخاخكم، ها كلمتي أنا كان جيت رب في بلاصته، فهمت؟ نبعث رسالة، راني أنا ربكم الأعلى، خدموا مخاخكم وتصرفوا وكونوا في المستوى فقط، لا أكثر ولا أقل. هذه نقطة وتكلمنا في الموضوع هذا، ما نقعدوش نعاودوا فيه. بالنسبة لي فكرة الوحي أصلا هي فكرة غباء، فهمت؟ يعني برسمك كامن بيا، برسمك كامن بيا، فهمت؟ نورمالمون مثلا الديانات القديمة خاصة تاع الشرق الأقصى هناك ما يسمى ليس بالوحي وإنما بالسمو، موجودة حتى في الصوفية، بالسمو الإنساني، يعني الله لا يرسل رسالة، فكرة إرسال الرسالة فهمت هي فكرة غبية. من المفروض هو كإله لازم احنا نرتقي نحوه، مش هو يهبط ايا برسمكم امنوا بيا وكم تمنوش بيا تخربكم لجهنم، فهمت؟ وكان تمنوا بيا تنعطيكم جنة وحور عين، يعني تفكير صبياني، تفكير صبياني، بشر ما يعملهاش، فهمت؟ هذا تفكير الملوك، فهمت؟ انت خمني وكمان انت حر، تحب تنتخبني تحب ما تنتخبنيش، كان انتخبتني تنعطيك فلوس ونعطيك دار ونعطيك، وكان ما انتخبنيش نحي لك رب والديك، هذا التفكير الديني. المهم بالنسبة لل قلت لي الشيوخ، انا اول حاجة انت قلت لي معناتها ان انا معناتها حكمت على الاسلام مش الشيوخ متاعي، لا مش صحيح. اول حاجة انا كنت عالم دين ودرست الدين ولاحظت هناك اشياء مش عادية، وكلمت الشيوخ متاعي ومش واحد ومش زوز، ومشيت لشيوخ اخرين، فهمت؟ ورغم هذاك ما خرجتش من الاسلام. انا من بين شكي وخروجي من الاسلام اكثر من 10 سنوات اخي عصام، ومشيت عند شيوخ ما يسمى معناتها بعاد على الشيوخ متاعي، وشفت اللي هذاك الشيء اللي اكتشفته هو بالفعل مشكل. هذاك علاش في الاخير فين اتجهت؟ اتجهت للصوفيه. الصوفيه يعني نوعا ما اعطتني بعض الاجابات اللي انت توا مثلا قريب لها، فهمت؟ من بعد في الصوفيه وتطورت في الصوفيه ودرست الغنوصيه وكل شيء، عرفت اللي الدين مجعول للجهال، الايمان برب مجعول انسان قاصر عقليا، كما يقول المعري الناس نصفان، من له دين وليس له عقل، ومن له عقل وليس له دين. يعني اللي يؤمن برب هو انسان قاصر يحتاج الى ولي، هو الرب بحد ذاته ملحد لا يؤمن برب. انت شفت رب يؤمن برب؟ لا. اذا انت ما تاخذيتها بطريقه يعني اني معناتها شيوخي وما شيوخي، لا لا لا، كل الشيوخ والتو شيوخ نقابلهم ونحكي معاهم، وفي الاخر بعد لا نحكي معاهم نهار نهارين تظهر حقيقتهم وانت تشوف فيهم الشيوخ الكل كيفاش، فهمت؟ انت على نيتك، فهمت؟ انت على نيتك وماكش عارف هذه الامور. المهم معناتها المساله واضحه يا سي عصام بالنسبه لي، انا عملت بحث ومازلت نبحث، وصلت النتيجة ان قراني عقلي. اما حاول مثلا ادعي ربي ايش حال دعيت وايش حال بكيت وايش حال فهمت سهرت الليالي وكذا وكذا، ودي حكايه فارغه نحكي مع الريح، ولكن لقيت شنو هو مفهوم الرب، لقيته في الاخر، فهمت؟ هو اني ما اتجهش نحو الرب وانما اتجه نحو الداخل، وهذا اللي لقيته في الصوفية ولقيته في الغنوصية.
في الحقيقة لا تدعو رب، وإنما تبحث في داخلك، في ذاتك. ما تمشيش بعيد، كل شيء واضح في داخلك، في مخك، في عقلك. وفي هذه الحالة ماكش محتاج إلى نص لكي تأوله، كل واحد كيفاش يفهمه، هذه حكاية فارغة. إذا المرحلة اللي أنت عايشها كما قلت لك أنا عشتها وتعديتها وفهمتها، وكما أقول لك اسأل مجرب وما تسألش طبيب. إذا أما معناتها قلت لي معناتها اللي أنا معناتها ربي يهديني وما، هذه حكاية فارغة، هذا كلام عاطفي صبياني بالنسبة لي، بالنسبة لي عاطفي صبياني تجاوزته. وأنا كما قلت لك مؤمن بالإلحاد، أنا أتبع الإلحاد الإيماني، أنا إنساني، فهمت، أؤمن بالإنسان وأؤمن بالعقل ولا أحتاج إلى نص. وعندي العقل والإحساس والوعي، العقل والوعي. وراه حتى أنا راه ما عنديش وقت، راه صدقني أنا معناتها مشغول، يمكن مشغول أكثر منك، ونسمع الفيديو تاعك ونجاوبك، يعني أنا معناتها نجاوب فيك يعني بطريقة ما غير تحذيرات، يعني نحط الكاميرا ونقعد نجاوبك فقط، معناتها ما نكسرش راسي، فهمت كيما قلت لك. أما حول نصيحتك للمسلمين، سامحني يعني ما جبتش الصيد من وضنه، يعني الرحمة وإنك رحيم لا يدعو ليه كل دين، بل لو ترجع للبوذية تلقاها أكثر رحمة، لو ترجع للديانة الفيدية تلقاها أكثر رحمة، يعني حتى المسيحي، حتى المسيحي انت يقول لك كان واحد اعطاك كف على خدك اليمين اعطيه خدك اليسار، فهمت، والذوبان والمذاهب الصوفيه وغيرها وغيرها وغيرها. يعني هذا سي عصام كلام عاطفي. المهم انا راني ما حبيتش معناتها ندخل في التشعبات هذه الكل، انا صدقني حبيت جاوبني على سؤال واحد، جاوب حتى بثلاثه دقائق. هل احنا الموضوع بديناه نتاع الفيديوهات هذه حول ضرب المرأة، وانت قلت تضربها بقلم او بسواك، هل ما زلت متمسك ضرب المرأة بسواك مهما كانت الظروف؟ بل هل انت هل معناتها مازلت متمسك ان الراجل عنده الحق يسيح على المرأة ولا يخوفها ولا يهز يده عليها؟ هذا هو السؤال، وتنجم تجاوبني حتى على النص، فهمت، ما فما حتى مشكل، هذا هو الإجابة اللي نحب عليها. وطبعا أنا مانيش نقنع فيك، طبعا لازم تعلمك أنا ميهمنيش فيك مسلم مش مسلم، اللي تكون تنوع البشري، المهم تكون مرتاح في اللي تؤمن فيه، كما أنا مرتاح بإيماني الإلحادي، إني حر، يعني بمفهوم حر في تفكيري، في إحساسي، في مشاعري. و الرب اللي انت تؤمن به انا لا اؤمن به ايمانا، يعني مؤمن ان مستحيل يكون هناك رب، وايماني قوي جدا في هذه المساله، بل اقوى من ايماني عندما كنت اؤمن برب وكنت مستعد ان اضحي بنفسي من اجله، ومن حسن الحظ اني ما ضيعتش نفسي من اجل هراء وحكايات فارغه وتخديرات عقليه وكذب على العقول وعلى الإحساس وعلى الإنسان. إذن الرحمة والخير والعدل هو مبدأ إنساني، ليس دخل بالإسلام. قل أنا إنسان يا مسلم، قل أنا إنسان، إنسان، وأحترم كل الإنسانية. شكرا سي عصام، ونتوقفوا يعني، أنا توا سمعت الفيديو اللي قلت أنت معناتها ما عندكش وقت وكذا، فما حتى مشكل. المهم شكرا على هذا الحوار، غير جاوبني حتى على النص حول ضرب المرأة. أنا كما قلت لك كإنسان ضد حتى تصيح على المرأة، ضد هذه الفكرة. شكرا وبسلامة، وشكرا للمتابعين معناتها نتاع القناة، وهم كانوا يعني متذمرين من هذه النقاشات، يقولوا لي نقاشات صبيانية يعني تجاوزناها على القناة، ولكن مش مشكل، يعني أكيد فما هناك من يستفيد من التجارب. وأحنا كما تعرفوا في القناة هذه لا أحد يملك الحقيقة، وإنما كل واحد يملك حقيقة نفسه، وكل واحد حسب مستوى وعيه وحسب معرفته
وحسب تجربته في الحياة هذه، وكما نقول ديما حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. وشكرا، ومعاه فيديو قادم، وبسلامة.